صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير والسعاده عليك يا مصطفى وعلى جميع المشاهدين. يمكن اي حد متابع الحدث الاهم في العالم دلوقتي هو كاس العالم، عارف انه في 3 فرق كده او 3 منتخبات هم دول اللي كانوا مرشحين وبقوه للفوز السنه دي في مونديال قطر 2022، وهم اسبانيا وفرنسا والبرازيل. لكن في الحقيقه امبارح حصل انقلاب للموازين تماما. هو احنا عارفين انه المونديال ده مونديال مختلف وشايفين فرق جديده بتنافس وبقوه، لكن امبارح العالم العربي كله كان فرحان بفوز المنتخب العربي والمغربي بامتياز. فرحه كبيره قوي بتاهل منتخب المغرب للدور ال8 لبطوله كاس العالم قطر 2022، ودي في الحقيقه في المره او للمره الاولى في تاريخ مشاركات كاس العالم لانه العربي تاهلوا للدور ال8، وده بعد فوزه على المنتخب الاسباني امبارح بركلات الترجيح بنتيجه 3-0 بعد انتهاء الوقت الاصلي والاشواط الاضافيه بالتعادل السلبي بدون اهداف. شفت امبارح تالق كبير قوي قوي لحارس المرمى ياسين بونو، حارس المرمى منتخب المغرب اللي في الحقيقه صد ركلتين ترجيح، لكن في الحقيقه كانوا يعني ما نقدرش لا غبار عليهم، ما نقدرش نقول اي حاجه غير انه كان فعلا مركز جدا، كان اسد في الملعب، هم حقيقي اسود الاطلسي. الحقيقه ان المنتخب المغربي بيقدم كوره مقنعه جدا، بيقدر انه يتعامل بمنتهى الجديه والواقعيه والحماس مع المباريات الكبيره، رجاله في الملعب بياكلوا النجيله. عشان كده احنا منتظرين انه المغرب يكملوا بنفس الروح والاداء، كلنا حاطين امال كبير عليكم. الفرحه كانت في كل الاماكن في الوطن العربي كله، اي مكان في الماتشات بتتذاع في كل مكان. امبارح تابعت في البلدان العربيه كلها فرحانين جدا جدا بالمنتخب المغربي، ان شاء الله نقدر ان احنا نشوفهم في المربع الذهبي، لانه اللي قدر على كرواتيا وبلجيكا والفريق المرشح الاكبر اللي هو اسبانيا يقدر على البرتغال في الدور ال8 ان شاء الله يا مصطفى. صحيح يا بسنتو، ربما يعني مش المصريين بس اللي فرحانين، اعتقد ناس كتير جدا من الناس اللي بتشجع الفرق اللي يعني ربما لم تتاهل. كلنا عارفين ان المونديال ده حكر على فرق بعينها حقيقي، وبدايه المونديال دي كان في مفاجآت ان يعني ايه فرق صغيره جدا قدرت ان هي تكسب فرق كبيره جدا، وده اللي ادالنا امل. كل الفرق دي ربما كانت روحها مع المغرب بتقول ممكن حد يعملها، فعلا ممكن حد يعملها من المنتخبات اللي ظلمت كثيرا على مدار السنين اللي فاتت. احنا هنا في صباح الخير يا مصر بنقول لكم يا مغاربه مليون مبروك لمنتخبكم، يستحق اكتر من كده. من اول البطوله وهم رجاله، هم عينيهم على المكسب وعلى الفوز. امبارح وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي قال بعد المباراه ان لعبته من البدايه ما جوش هنا عشان يلعبوا 3 مباريات بس. اعتقد ان دي الروح اللي لازم تكون موجوده قبل اي بطوله. ليه؟ لان انت من الاول انا مش براهن بس على ان انا اجي العب مباراتين وامشي، لا لا لا, لا. انا جاي اكسب، انا جاي اوصل للنهائي. قبل كده برضه ولو نفتكر لما سالوا الرجراجي عن الوصول للفاينل قال ليه يعني ليه لا ما نحلمش، لو ما حلمناش عمر الدافع ما هيكون موجود. ده كان رده بكل حماس وصرامه. امبارح ربما رجراجي احسن ان هو يستغل كل ادواته المتاحه في الملعب، صنع بكل رجالته تاريخ جديد وكبير، ودخل المغرب فعلا لمرحله ما اعتقدش ان هو يعني ايه، احنا في العالم العربي كنا نحلم اصلا ان احنا نوصل للدور الثمانيه. الحلو كمان في لعيبه المنتخب المغربي ان هم كل واحد عنده قصه كده، وكل واحد بيشارك الجمهور او جماهير الكوره عنده في بلده بقصته، وهو قد ايه عايز يوصل وعايز يحقق نجاح وعايز يفرح اهله بيه. قصه ملهمه جدا زي قصه اشرف حكيمي اللي في الحقيقه هو مش هيقبل بأي حاجة غير الفوز. المغرب انتصرت على المنتخب الإسباني وخدت الفوز من أنياب الأسد زي ما بيقولوا. مدرب المغرب بيقدر أنه يتحكم في زمام المباريات، وعنده عناصر كتيرة قوي بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا، وده مهم جدا، وده مخلي كل اللعيبة مركزة كويس قوي في الملعب، يمكن عارفين التكتيكس بتاعت الفرق التانية. عشان كده عندنا أمل أن احنا نشوف المغرب في الأدوار الأخيرة من بطولة كأس العالم إن شاء الله يفوزوا. امبارح احنا كلنا اتفاجئنا اسبانيا حقيقي، لا كانت مرشحه الاكبر اسبانيا، منتخب اسبانيا. احنا بنتكلم في منتخب من اهم المنتخبات الاوروبيه على الاطلاق، لكن احنا عندنا ايمان في المنتخب المغربي ان هم ان شاء الله يقدروا يفرحونا كلنا كعرب، لان فعلا انبسطنا قوي كلنا امبارح. وبغض النظر عن يعني اغلب عناصر المنتخب المغربي محترفين في انديه اوروبا وقادرين ان هم يلعبوا كره حلوه، وعندهم اللياقه البدنيه وعندهم التكتيك وفاهمين كويس يعني ايه كوره، لكن اعتقد انه دعاء المغاربه ودعاء المصريين ودعاء العالم العربي كله كان سبب رئيسي برضه في الفوز. امبارح كانت فرحه المصريين بفوز المنتخب المغربي كبيره جدا جدا جدا، احنا سمعنا هتافات ما كناش بنسمعها في ماتشات الاهلي والزمالك، في البيوت، في الشوارع، في القهاوي، في الكافيهات، الكل كان فرحان جدا بالانجاز الكبير ده. طول عمرنا بنحب وبنشجع المنتخبات العربيه، لكن المره دي اعتقد ان الموضوع كان فيصلي، يعني تاريخنا مع المغرب تاريخ طويل طبعا، وعلاقتنا السياسيه مع المغرب علاقه طويله، والشعوب منصهره مع بعضها، لكن الروح اللي كانت موجوده امبارح في المقاهي المصريه بتؤكد بالفعل على ان المصريين كانوا على قلب رجل واحد خلف المنتخب المغربي. ان شاء الله الماتش اللي جاي نفرح مع اخواتنا في المغرب في التأهل لدور الأربعة، يا رب نشوف ونحلم ونتمنى ان احنا نشوفهم. يعني اعتقد اللي قدر يتغلب على المنتخبات دي قادر على اللي جاي، يا جماعة دول عدوا عقبات قمة في الصعوبة، اللي جاي ما اعتقدش ان هو صعب عليهم. ان شاء الله في تناغم في الفريق كبير، وان شاء الله ان هم يقدروا يوصلوا مش بس لدور يعني يعدوا دور الأربعة، لا كمان ان هم يقدروا يفوزوا بكأس العالم. كلنا معاكم، كلنا بنشجعكم، مصر كلها يمكن الدول العربية كلها اكيد وراكم وفي ظهركم، فرحتونا وشرفتونا في كأس العالم، وان شاء الله نشوفكم فايزين. ولكل عشاق الكرة او يعني الساحرة المستديرة، احنا على ميعاد وهنتابع دايما دايما كل حاجة بتحصل في كأس العالم مونديال قطر 2022. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم. صباح الفل. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا لمياء حمدين، ونروح نتعرف منها على آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى، صباح الخير عليكي بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. تعالوا دلوقتي بسرعة نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر قبل ما تنزلوا على أشغالكم. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة بالتحديد، كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية إنما هي بسيطة، مش بتأثر على معدل الحركة المرورية عليه، وده لحد منطقة رمسيس. بعديها بيكون في سيولة مرورية لحد نزلة غمرة، وبعد كده بنكمل أو بتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة لحد طريق النصر. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية ناتجة طبعا عن بعض التحويلات بسبب أعمال ربط محور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الثاني فيه سيولة مرورية كبيرة. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر كمان بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية كمان. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للي قادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم. أما مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. وناخد بالنا كمان أنه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية هناك. وكمان الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد والمتضمن تنفيذ كوبري دوران الخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، مما يستلزم كمان غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد لحد شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور تجاه شارع المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. نستكمل جولتنا المرورية بشوارع الجيزة، وناخد بالنا كمان ان في اغلاقات كاملة بسبب اعمال الصيانة او التوسعة في طرق الجيزة، اولها غلق شارع الهرم كليا في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب اعمال انشاء خط المترو الرابع، وده طبعا بيسبب كثافات مرورية كبيرة. الإغلاق الثاني للدائري عند تقاطع الصحراوي مع تحويل حركة المرور لنفق حازم حسن ومنه للمحور أو محور الضبعة. كمان الإغلاق الثالث عند ميدان سفنكس بالمهندسين، وده طبعا بسبب أعمال ربط كوبري 26 يوليو الجديد بكوبري 15 مايو من خلال شارع أحمد عرابي، وده طبعا عامل بعض الكثافات اللي بتزيد مع ساعات الذروة. أما محور 26 يوليو هنلاقي عليه كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ومتجه لميدان لبنان، إنما في الاتجاه الآخر في سيولة مرورية كبيرة للقادم من كوبري 15 مايو ومتجه لمدينة 6 أكتوبر. لو رحنا للمحاور الأخرى هنلاقي كثافات على محور صفت قبل جامعة القاهرة، في كثافات مرورية كمان في شارع السودان. لو تحولنا لمحافظة اسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، كمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات إنما متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بواقي الشوارع الجانبية فيها سيولة نسبية. نكمل جولتنا المرورية ونروح بسرعة على مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. بكده خلصت جولتنا المرورية، ونرجع مرة تانية لمصطفى وبسانت نبدأ معاهم فقراتنا صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا نبيل. خلونا نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي أبرزها التقرير اللي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللي بيوضح تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في الخدمات التعهيد، وكمان تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر تريليميا للطاقة العالمي لعام 2022، ده غير إعلان وزارة الداخلية بأن مبادرة كلنا واحد مستمرة في توفر وتوفير كل السلع للمواطنين بتخفيض يصل ل 60%. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نشر انفوجراف جديد بيستعرض تحول مصر لمركز عالمي للشركات الكبرى العاملة في خدمات التعهيد. الانفوجراف بيوضح إن مصر وقعت مع 29 شركة عالمية اتفاقيات لبدء أعمالها في مصر خلال الفترة اللي جاية. الاتفاقيات دي بتسهم في توفير أكتر من 34,000 فرصة عمل، وكمان هتساهم بنحو $500 مليار كقيمة تصديرية سنوياً. امبارح أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إن مؤشر تريليما للطاقة العالمي الصادر عن مجلس الطاقة العالمي عام 2022 أظهر تقدم ترتيب مصر 3 مراكز في عام 2022 لتحصل على المركز 51 من بين 127 دولة مسجلة 60.8 نقطة، مقارنة بالمركز 54 من بين 128 دولة عام 2021. امبارح برضو نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال ال8 سنين اللي فاتوا، وضعتها بين الدول العربية والإفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية اللي بتصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات الدفاع الشعبي والعسكري نظمت مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة المنوفية بكافة أجهزتها التنفيذية. تضمن التدريب عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، وكمان نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بهدف التوعية بالطفرة اللي بتشهدها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة. امبارح أكدت وزارة الداخلية إن مبادرة كلنا واحد بتوفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل 60%. كمان منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مستمرة في إعداد عبوات بتحوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل ل 50% من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وشوادر بالميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة لقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام، وده هيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ويرسخ الدور المجتمعي لوزارة الداخلية. في جولة المحافظات معانا النهارده مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، زي تدشين مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم في المدارس بمحافظة الغربية، ومنها أيضاً تنفيذ 116 مشروع بمختلف القطاعات في قرى سأولتا بسوهاج، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها افتتاح منفذين لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في مركز صملوط بالمنيا. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أكد فيها المحافظ اللواء محمد الشريف سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمنطقة دنا والمحروسة اللي بتعد ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وقال المحافظ إنه إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 90% بإجمالي تكلفة تقدر ب 60,574,000 جنيه. في الغربية تم إطلاق فعاليات مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، وده بالتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم. في سوهاج تابع المحافظ اللواء طارق الفقي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بقرى مركز صقلتة، واللي بلغ عددها 116 مشروع بمختلف القطاعات موزعة على 14 قرية و96 نجع وتابع. في مطروح أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة الانتهاء من حفر وتنفيذ 80 بئر لخدمة 800 أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية 2,400,000 جنيه. في القليوبية تم إطلاق فعاليات ملتقى المسرح المدرسي الأول اللي بيعقد تحت عنوان الرؤية المستقبلية للمسرح المدرسي وقضايا المجتمع. في أسوان سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان 5000 جنيه وأجهزة كهربائية ومنزلية لعدد من العرائس بالتعاون مع مبادرة الناس لبعضهم، وده استمراراً لجهود المساهمات الخيرية لرفع الأعباء عن كاهل الشباب والأسر غير القادرة. في بني سويف أكدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية إنه تم الانتهاء وتسليم 7 مدارس بإجمالي 87 فصل وبتكلفة 32,768,000 جنيه، وده خلال الفترة من أول يوليو ولحد نوفمبر من العام الجاري. في الأقصر نظم المركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة فعاليات كرنفال اليوم العالمي للتطوع بكورنيش النيل أمام معبد الأقصر وميدان صلاح الدين، وتم استقبال عدد كبير من المتبرعين بالدم خلال الفعاليات. في المنيا افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صملوط بالتعاون مع إدارة التموين منفذ لبيع الرز بالإدارة الزراعية بصملوط سعر الكيلو 15 جنيه، ومنفذ كمان لبيع اللحوم الطازجة سعر الكيلو 130 جنيه. وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة. في المنوفية تفقد المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال إنشاء مجمع المواقف النموذجي بمدينة أشمون والمقام على مساحة 3 أفدنة وبسعة 231 سيارة بتكلفة ما يقرب من 16 مليون جنيه، ومن المقرر إنهاء المشروع نهاية ديسمبر الجاري. الموقف هيضم 18 محل و4 ورش وغرفة للأمن والإدارة. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وفي كمان شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وكمان هنقول لكم درجات الحرارة النهاردة في القاهرة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 27، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. في خطة تتعامل في المحافظات لإنشاء عدد من المدارس الجديدة عشان تخفيض كثافة الطلاب داخل الفصول وكمان تحسين جودة العملية التعليمية. عندنا مثلا محافظة أسيوط اللي تم إنشاء فيها 495 مدرسة بطاقة استيعاب ل 7750 فصل شملت كل المراحل من أول مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة. تفاصيل أكتر خلينا نتابعها في التقرير اللي جاي. تعمل المحافظات على إنجاز خطة إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول كهدف أساسي لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول. وتعتبر أسيوط من المحافظات التي حققت نجاحاً في هذه الخطة، ووصل عدد المدارس المختلفة التي تم إنشاؤها بدءاً من مرحلة التمهيد حتى الثانوية العامة في محافظة أسيوط 495 مدرسة بطاقة 7750 فصلاً دراسياً بتكلفة تصل إلى 2,286 مليون جنيه. وتستهدف خطة إنشاء المدارس الجديدة تخفيض كثافة الطلاب داخل الفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، وذلك بجانب وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية. وبجانب أعمال الإنشاءات تم تنفيذ خطة موازية تستهدف عمليات الصيانة التي تتم لعدد كبير من المدارس، شملت 11 مركزاً بدءاً من مركز ديروت شمالاً حتى مركز الغنايم جنوباً. وفي قرى حياة كريمة بلغ إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في القرى الأكثر احتياجاً 88 مدرسة، وذلك بإجمالي 1228 فصلاً دراسياً وبتكلفة بلغت 430.2 مليون جنيه. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. دلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات هينظم دورة حول توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات. النهارده أيضا هتستمر أعمال القوافل الطبية اللي موجودة في محافظات الجيزة والقليوبية وأسيوط والبحر الأحمر. كمان النهارده في 4 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات هينظم ندوة مجانية حول توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات. النهاردة هتستمر القوافل الطبية ال4 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في محافظات الجيزة والقليوبية وأسيوط والبحر الأحمر، وده لإجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج مجاناً في التخصصات الطبية المختلفة. كمان النهاردة هتشهد سماء مكة المكرمة تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة، وده هيكون الساعة 11:06 مساءً، وهيكون القمر على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة ومضاء بنسبة 98.3%. بالنسبة لماتشات الدوري المصري النهاردة في 4 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة، هيلتقي فاركو مع الداخلية الساعة 3:15. في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع المقاولين العرب، وكمان هيلتقي الأهلي مع غزل المحلة الساعة 5، وطلائع الجيش مع الزمالك الساعة 7 بالليل. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة الصبح في شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة خصوصا إن في أمطار وفي شبورة، فعايزين نطمن أكتر. احنا بالفعل اليوم هنشهد حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، بنتاثر بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيساعد على زياده فترات سطوع اشعه الشمس. مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شماليه شرقيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، فتعتبر اليوم درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتكون 22 درجة مئوية. هنحس بالطقس بداية فترة الصباح هيكون طقس مائل للبرودة، مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس هنحس بالأجواء اللطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. الأجواء هتكون عليها حارة فترة النهار. مع دخول فترات الليل والغياب التام لأشعة الشمس هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. الاجواء بتكون اجواء بارده على اغلب انحاء الجمهوريه. ايضا اليوم فرص الامطار هتنحصر فقط في بعض المناطق من السواحل الشماليه الشرقيه زي دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق كمان من وسط سيناء، وهي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه هنلاحظها في مناطق والمناطق الاخرى لا. بالاضافه كمان ان اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. هتستمر حتى سطوع اشعه الشمس يعني تقريبا ساعه كمان بالكثير، وهتبدا الرؤيه معاها تتحسن على اغلب الطرق، لان مع سطوع اشعه الشمس تبدا الشبوره المائيه في التلاشي. متوقع من غدا الخميس ان شاء الله يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من 2 ل3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. توقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 24 درجه مئويه، فهنحس بدفء فترات النهار، يمكن كمان هتصل ل 25 درجه مئويه مع نهايات الاسبوع ان شاء الله. 25 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فخلينا نحس بالاجواء الدافيه فترات النهار، لكن فترات الليل هيكون ما زال في انخفاض في درجات الحراره مع استمرار طبعا تكون الشبوره المائيه. عشان كده مهم جدا ننصح الساده المواطنين، مش عاوزين ننخدع بفترات الدفء فترات النهار ونغير نوعيه الملابس، لان فترات الليل هنحس بالانخفاض الملحوظ في درجات الحراره. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه على اغلب محافظات الجمهوريه. هنبدا بالقاهره الكبرى، العظمى فيها 22 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 22 14، اسكندريه 23 14، العلمين الجديده 23 14، مطروح 22 14، دمياط 22 15، بورسعيد 22 15، اسماعيليه 22 13. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 15، العريش 22 14، كاترين 16 5، طابة 21 14، حلايب 25 20، شلاتين 27 19، شرم الشيخ 25 17، الغردقة 25 17. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 14، بني سويف 22 13، الوادي الجديد 24 14، أسيوط 23 11، سوهاج 23 12، قنا 23 14، الأقصر 25 14، وأخيرا أسوان 25 والصغرى 13. ودي كانت يعني حالة الطقس النهاردة، وكمان درجات الحرارة المتوقعة في أغلب محافظات الجمهورية، وكمان التحذيرات اللي قالتها لنا دكتورة منار غانم إن احنا ناخد بالنا مع ارتفاع درجات الحرارة اليومين الجايين ما نخففش اللبس بتاعنا، لأننا خلاص يعني أسبوعين بالكتير وندخل في يعني توقيت أو حسب التعليمات الفلكية إن احنا خلاص داخلين في فصل الشتاء. ونرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. في معدلات إنجاز كبيرة بتحصل في مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم في محافظة أسوان، واللي أعمال التطوير دي بتشمل فيه كل الحدائق والمنتزهات اللي موجودة في محيط الكورنيش على امتداد 4 كيلومتر. معدلات متقدمة تم تحقيقها في تنفيذ مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم في محافظة أسوان، والذي تم تنفيذ المستوى الأول له بنسبة بلغت 90%، بجانب أنه تم تنفيذ نسبة 50% من أعمال المستوى الثاني والثالث بالكورنيش. أعمال تطوير وتجميل يتم تنفيذها بالكورنيش بجانب القيام برفع تراكمات مخلفات الأعمال أولاً بأول لتحقيق السيولة المطلوبة والظهور بشكل لائق أمام الأفواج السياحية التي تجوب المحافظة. خطة تطوير شاملة يتم تنفيذها في الحدائق والمتنزهات بامتداد الكورنيش وفي المناطق المحيطة به بطول 4 كيلومترات ضمن المشروع القومي ممشى أهل مصر. ونظراً لتطبيق آلية إعادة الشيء لأصله التي أصبحت لا تنفصل عن أي عمل في مشروع قومي بالمحافظات، يتم العمل أيضاً على تلافي الملاحظات السلبية ومتابعة النظافة العامة ورفع الإشغالات ومخلفات عربات الحنطور والتوك توك والموتوسيكل، وأيضاً إصلاح أي كسور لخطوط المياه والصرف الصحي، بالإضافة لمتابعة تركيب الإعلانات بامتداد الكورنيش. في الحقيقة مشروع ممشى أهل مصر يعني يدخل ضمن قائمة المشروعات القومية بامتياز، لأنه هو يعني حيأتي من أسوان إلى شمال البلاد. خلينا نتعرف إيه اللي حصل في كورنيش اسكندرية، المرحلة الأولى عاملة إزاي، بعد كده المراحل الثانية هتمشي إزاي. المهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات داخل محافظة أسوان معانا على الهاتف مباشرة. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير، ازي حضرتك مصطفى؟ اهلا بحضرتك يا فندم، منورانا النهارده. اهلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي حضرتك؟ كلمينا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا المراحل اللي خلصت من انشاء الكورنيش، وصلت لفين وقدامنا ايه مستقبلا؟ طيب، هو اولا يعني احنا طبعا بالنيابه عني وبالنيابه عن اهل اسوان كافه، احنا طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو بيهتم بمشروعات على مستوى الصعيد بوجه عام وبمحافظة أسوان بوجه خاص. كمية المشروعات والتطويرات اللي حصلت في محافظة أسوان يعني لا مثيل لها بصراحة الفترة اللي احنا شغالين فيها حاليا. من أهم المشاريع اللي عندنا وبناء على توجيهات سيادة الرئيس وتعليمات سيادة المحافظ، كان من أهم المشروعات عندنا أول حاجة رفع يعني من أهم المشروعات عندي كان تطوير كورنيش النيل القديم. احنا عندنا فيه كورنيش نيل قديم وفي كورنيش نيل حاليا جديد، تمام؟ كورنيش النيل القديم اللي احنا شغالين فيه حاليا ده كان بطول 4 كيلو، دي المرحله الاولى اللي احنا شغالين فيها. وعلى التوازي معايا بردك المرحله الثانيه اللي هو كورنيش النيل الجديد اللي هو كان بطول 9 كيلو. كورنيش النيل القديم اللي احنا شغالين هو ممشى اهل مصر حاليا ده طول 4 كيلو. المشروع عندي بيتكون من 3 مستويات. المستوى الاول ده عباره عن الممشى العلمي اللي هو الموجود حاليا، يعني ما فيش اللي هو احنا بس بنرفع فيه كفاءته سواء من ارضيات او برجولات او اناره او زراعات او مقاعد او اماكن انتظار سيارات، ده الممشى العلوي عندي في الكورنيش. تمام؟ تمام. وصلت معانا نسبه فعلا التنفيذ معانا وصلت لحوالي 90%. عندي فيه مستوى تاني ده اللي هيتم اللي هو احنا حاليا بجاري انشاؤه، ده في مستوى تاني عبارة عن ممشى، عبارة عن مطاعم، محلات تجارية، ده هيبقى بردك في بردك ممشى بالتبليطات بتاعته، بالأرضيات بتاعته، بالحاجات بالإنارة، بكل حاجة. ده بردك هيتم اختلاط، هو جاري اختلاطه يعني حاليا. في عندي مستوى ثالث اللي هو الممشى الزجاجي، بردك ممشى زجاجي، فكان دوت من أهم عندنا ال 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 البنود اللي عندنا اللي احنا شغالين عليها في المشروع حاليا. طيب احنا يعني انشأنا 90% منه، صح ولا لا؟ ده المستوى الاول. المستوى الاول. طيب يعني طبعا حاجات حلوه قوي قوي، شايفين يمكن المحلات والحاجات دي كلها تبقى مزار حلو قوي للاسر المصريه ان هي تروح، لكن ابرز العوامل بقى اللي بيتم مراعاتها لاستقبال واستيعاب الكورنيش لزيارات الاسر بالذات لو في اعداد كبيره. في عندنا طبعا اللي هو اللي عشان العوامل اللي احنا عشان يبقى زيارات الاسر والكلام ده تم اختلاق او تم جاري انشاء حاليا اللي هو المستوى الثاني اللي هو عباره عن ممشى ثاني غير الممشى العلوي بتاعنا. تمام. الممشى عندي بطول 4 كيلو، عندي العروض فوق متفاوته، اقل عرض عندي 2 متر، في عندي عروض، في عاملين اماكن بتاع دوت برجولات عشان تبقى قعدات للاهالي منتزه عامه يعني. تم رفع كفاءه التطوير، احنا طبعا منطقه سياحيه عندنا اسوان، طبعا تم رفع عشان خاطر نبقى احنا واجهه سياحيه عامه يعني. محافظه اسوان دي تعتبر عندنا واجهه سياحيه طبعا، فاحنا بنهتم جدا بالمشروع دوت، وده يعتبر يعني مشروع مهم عندنا في اسوان. صحيح يعني. الف شكر يا باشمهندس على كل هذه المعلومات، وبنتمنى ان شاء الله سرعه الانتهاء من مشروع ممشى اهل مصر. شكرا للمهندسه نهى محمود مدير اداره المشروعات في محافظه اسوان. طيب، امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس اجتماع مع عدد من المسؤولين عشان يتابع فيه آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، واللي بيعتبر من القطاعات المهمة والحيوية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه بسنت، صباح الخير يا استاذ مصطفى، وصباح الخير لكل الساده مشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه، شايف ازاي دكتور متابعه رئيس الوزراء لآليات توفير الاعلاف اللازمه لقطاع صناعه الدواجن، وهل ده هيدعم الصناعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا احنا متابعين اهتمام القياده السياسيه الغير مسبوق بالتنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والدجاجه، وده اتبلور في العديد من المشروعات القوميه، سواء كان ده المشروع القومي للبتلول، والمشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي لرفع كفاءه مراكز تجميع الالبان، وكمان المشروع القومي لتطوير عنابر الدواجن. حضرتك احنا وصلنا الحمد لله لاكتفاء ذاتي في صناعه الدواجن، سواء كان بيض المائده او دجاج التسمين، ويمكن بنصدر كمان ما يزيد عن احتياجنا. صناعة الدواجن بيشتغل فيها تقريبا 3.5 مليون نسمة، سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وحجم الاستثمار فيها 100 مليار جنيه. اللي احنا وصلنا له واللي وصلت ليه الدولة المصرية، والجهد الجهيد اللي بذلته الحكومة والدولة المصرية ووزارة الزراعة والمنتجين كمان، مش هتخلينا نسمح أبدا بالتراجع ولا بأي من المستهترين أو المحتكرين، ودول قلة، سواء كان مستهتر أو محتكر أو مستغل لهذه الظروف. يمكن الدولة المصرية وفرت بالتنسيق تعليمات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، والتنسيق التام بين معالي وزير الزراعة ومعالي محافظ البنك المركزي، وفرنا العملة للاستيراد وللإفراجات عن كميات الأعلاف اللي موجودة في الموانئ، وبالتحديد الذرة والصويا، بما يغطي احتياجاتنا ويزيد ويفيض كمان. وبالتالي كان لازم هذه الكميات تسمع في السوق وتكون موجودة في السوق وتنعكس على الأسعار. احنا بمتابعتنا للأسعار فلقينا ان فعلا في زيادات غير مبررة وغير منطقية، سواء كانت في المواد الخام أو سواء كانت في الأعلاف النهائية، وبالتالي دوت هينعكس على المنتج النهائي، سواء برضو كان ألبان أو لحوم أو دواجن أو بيض، وكل ما هو متعلق بالمنتجات ذات الأصل الحيواني من البروتين. فبالتالي كان في تكثيف للرقابة الصارمة من قبل الجهات الرقابية المتعددة في الدولة، الدولة اللي هي الآليات العديدة اللي تضبط بها آليات وتحافظ على توازن السعر والتوازن وجود الأعلاف في السوق المصري. والرقابة دي صارمة ومكثفة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على مخازن الأعلاف وعلى صناعة الأعلاف للاستوصاف والتأكد من الكميات فعلا اللي تم الإفراج عنها موجودة، وبتستخدم صح وبتستخدم بالأسعار المناسبة، ومفيش تخزين ومفيش احتكار. أيوه. خليني أسألك عن دور أجهزة الدولة الرقابية لحل هذه المشكلة. هل في جهاز واحد ولا في أكتر من جهاز يراقب هذا الأمر، ودور البنك المركزي تحديدا في دعم هذا الملف يا دكتور؟ طيب، احنا دور البنك المركزي بالتنسيق زي ما قلت لحضرتك مع وزاره الزراعه وتوجيهات عليا من القياده السياسيه ومن دوله رئيس الوزراء في توفير العمله اللازمه للافراج عن كافه الشحنات اللازمه لصناعه الدواجن. ويمكن بقول لحضرتك بالفعل اللي تم الافراجات، احنا لما نشوف الافراجات اللي تم عنها خلال الفترة من 16 أكتوبر لغاية 1 ديسمبر بس، تقريبا شهر ونص، هنلاقي 643 ألف طن من الذرة، وده احتاج 32 مليون دولار تقريبا. 317 ألف طن من الصويا، وده بمبلغ 225 مليون دولار، وكمية من إضافات الأعلاف حوالي 27 مليون دولار. يعني في الاخر الشهر ونص دوت تم الافراج عن ما يزيد عن 960 الف طن من الخامات العلفيه. ايوه. بمبلغ حوالي 403 مليون دولار، وده بيغطي احتياجاتنا وبيزيد. وبالتالي كان لازم هذه الكميات اللي هي الدوله والبنك المركزي وفروا العمله اللازمه لتوافر واتاحه هذه المواد. صحيح. فبالتالي كان لازم يكون مردودها داعم على الاسعار. صحيح. على اي حال يعني يا دكتور وضحت المعلومه، شكرا لك دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الداجنه في وزاره الزراعه، شكرا جزيلا للفندم. مشاهدينا موجز لاهم واخر الانباء مع لمياء، تفضلي يا لمياء. شكرا بسنت. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق التي تستضيفها عمان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اجتماع الآلية الثلاثية سيناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثلاثي في العديد من المجالات. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق بين الدول الثلاث، فضلا عن الإسهام في العمل على حلحلة أزمات المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن. اختتمت بالعاصمة العراقية بغداد فعاليات منتدى الحضارات العريقة في نسخته السادسة بمشاركة وفد مصري برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، والتي أكدت أن حشد الجهود إزاء حماية الممتلكات الثقافية على رأس أولويات القاهرة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة الإتجار غير المشروع في الآثار، مؤكدة أن الانعكاسات السلبية لاستمرار هذه الظاهرة لا تقتصر على دول منتدى الحضارات العريقة فحسب، بل تمتد إلى العالم أجمع. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق يومين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم توقيع اتفاقات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال قمة سعودية صينية هذا الأسبوع، مضيفة أن برنامج الزيارة سيتضمن حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية. أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين. وقال أيضا المصدر أن طيران الدفاع الجوي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش الإرهابي ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين، مضيفا أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان. تفقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، وعبر عن شكره لجميع المشاركين في المجهود الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة في البلاد. وقال زيلنسكي إن آلاف الأوكرانيين يضحون بحياتهم لإنقاذ وطنهم. كما قدم الشكر للطاقم الطبي وأهالي الجنود، ورحب بعودة 60 أسير حرب بعد مبادلة مع روسيا. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تشجع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا بعد تعرض قواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها. وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن إدارة واشنطن تحرص على أن يكون للأوكرانيون لديهم تجهيزات يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم وأرضهم بدوره. وأضاف أو أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لا تمنع أوكرانيا من تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتها الذاتية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها بيع صفقة من الدبابات من طراز إبرامز M1A1 ومعدات عسكرية أخرى إلى بولندا. وأوضح البنتاغون أن قيمة هذه الصفقة العسكرية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار. أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت مصادر أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 مليون برميل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي كوب 15 في مونتريال من أن البشرية أصبحت سلاحا للاندثار الشامل للطبيعة. جاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدول للتفاوض بشأن اتفاقية عالمية جديدة بشأن بيئة الأرض، كما حذر غوتيريش من أن الوقت ينفد أمام حماية الطبيعة. تأهل منتخب البرتغال إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب سويسرا ب6 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في ختام منافسات دور ال16 للمونديال. وبذلك سيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المغرب السبت المقبل على استاد الثمامة. وكان منتخب المغرب قد فجر مفاجأة كبيرة وخطف بطاقة التأهل للدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على إسبانيا بضربات الترجيح. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه من بعد الفاصل. طبعا كلنا عارفين ان الشتاء بيحب الاكل، كلنا بنبقى قاعدين بردانين والجو ساقعه ونفسنا مفتوحه على اي حاجه قدامنا، الوجبات الدسمه او مش دسمه، الوجبات الحلوه او حادق، اي حاجه فعلا في الشتاء عشان نتدفى بناكلها. في الحقيقه الحاجات دي ممكن يبقى ليها اضرار صحيه بعد كده، او على الاقل وزننا هيزيد. عشان كده احنا النهارده عايزين نعرف ايه الانظمه الغذائيه او الوجبات الصحيه اللي اولا نحافظ عليها وعلى نفسنا في الشتاء، تاني حاجه نحافظ برضو على مناعتنا. كل ده جاوبنا عليه الدكتوره اللي منورانا في الاستوديو، دكتوره نجلاء محمد عبد الفتاح، مدرس تغذيه علاجيه بالمعهد القومي للتغذيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين بتوعنا الجمال. عايزه اقول ان الشتاء، انا من الناس اللي بيعشقوا الشتاء وبيحبوه جدا. عايزين نقول مفيش حاجة اسمها نظام غذائي محدد للشتاء، احنا عايزين نقول النظام الغذائي يعني ايه؟ النظام الغذائي هو غذاء متوازن يديني كل الاحتياجات بتاعتي من البروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامين والاملاح المعدنيه وكميه الميه اللي احنا دايما بننساها، وفي نفس الوقت الاكل اللي احنا كلناه ده نديلي الطاقه اللي انا محتاجاها، وفي نفس الوقت الهدف بتاعي ان انا احافظ على الرشاقه بتاعتي، وكمان يكون عندي الاكل بتاعي بصحه، يعني اكل يكون صحتي كويسه وفي نفس الوقت يبقى عندي رشاقه والوزن بتاعي ما يزيدش. ده معناه نظام غذائي اسمه ستايل لايف، يعني نظام حياه، ان انا احدد حاجات هتضرني انا باخدها في الاكل بتاعي، وفي حاجات كويسه لازم افعلها وازودها. عندنا شويه حاجات في الاكل بتاعنا احنا بنقول يا ريت نوقفها. اول واحده فيهم في الانظمه بتاعتنا دي اسمها اللي هو الاغذيه اللي فيها السكريات كتير، دي اول واحده فيهم لازم تقف او بتقل بقدر المستطاع. تاني حاجه الاغذيه اللي فيها كميه عاليه جدا من الاملاح، واحنا المصريين مشهورين بكميه المخللات والحاجات اللي فيها حديد كتير. كمان الاغذيه المصنعه اللي فيها كميه من مواد الحافظه والمواد الملونه، دي كلها لها تاثير جامد جدا، واصبحت حتى الدول الاوروبيه بتصنف الاطعمه الاغذيه المعالجه او اللي فيها تصنيع كتير زي اللانشون والبيفات والحاجات دي كلها من مسببات السرطان. دي كلها اغذيه لازم ابعد عنها. ده كله بقول استايل يا دكتور، بس نركز على الحته دي لان البيوت كتيره للاسف معتمد اعتماد كلي على الفطار في الوجبات دي، يعني اللانشون والحاجات، اي حاجه مصنعه او احنا مش عارفين هي اصلا ايه في ايه داخل في بعضه، البولوبيف والكلام ده، كل ده غلط، ده لازم نبعد عنه. كل الحاجات دي فيها كمان منهم بالظبط كده، كل الحاجات دي فيها مواد حافظه ومواد كمان ملونه، يعني البسطرمه فيها دهون كتير قوي، فيها ده فيها دهون عاليه غير طبيعيه، لان كل الحاجات دي التجميع بتاعتها او في اثناء التصنيع بياخدها بكميات عاليه وبيحطها وفيها كميه دهون عاليه جدا في التحليلات بتاعتها، ده بيزود لي الوزن. ده غير بقى ان فيها الماده الحافظه الاساسيه اللي موجوده فيها واللي بتديني اللون الاحمر اللي هي بنزوات الصودا. البنزوات دي من الحاجات السامه جدا للكبد، بتتحول في الجسم او في الكبد لماده اسمها نيتروزامينات الصوديوم. الماده دي ماده سامه للكبد وبتسبب سرطان الكبد، ودي بتعتبر ماده مش كويسه جدا. ده سوري، اللي هي ماده اسمها نيتريت الصوديوم مش بنزوات. البنزوات ماده حافظه، لكن نيتريت الصوديوم اللي بتدي اللون الاحمر بتاع اللانشون دي حضرتك من المواد السامه، لانها بتدخل الكبد وبتتحول لمركب النيتروزامينات ده حضرتك، وبالتالي بتعتبر ماده سامه الكبد. عشان كده الدول الاوروبيه حاليا بدات تصنف اللحوم المعالجه او اللي هي اللحوم المصنعه بانها واحده من مسببات سرطان الكبد، واحنا بنقول للامهات في البيوت اعملوه. يعني الام ممكن تعملوه في البيت، بتجيب اللحمه المفرومه وبتعملها، وكمان البرامج بتاعتنا دلوقتي بقت تقدم الحاجات دي، فيا ريت الامهات تقدر توصل لده، يعني انها تعمل الحاجات دي في البيت عشان احمي اولادنا. الناجتس بقى والحاجات الفرايد والمقلي والكلام ده برده من الحاجات اللي هي مصنعه. دي بقى اللي بعد كده اللي هي لا دي الحاجات اللي هي الحاجات المقليه دي رقم 2 احنا نقلل منها. انا ما استخدمهاش، انا مش هقول ان انا همنع مثلا حاجه زي البطاطس المحمره، لكن انا ممكن استخدمها بطريقه اخرى. يعني ممكن اخد مثلا البطاطس اعملها سلايتس مثلا وادخلها الفرن فتاخد لون الفرايد اللي الاطفال بتحبه. ممكن اعمل حاجات من اللي هي زي الشيبسي والحاجات دي في البيت بطرق بسيطه بتستخدمها الام، لكن ان انا اقول ان انا هحرم الاسره او الطفل من الاكل ده صعب. خلينا على ارض الواقع وخلي الام تقدر تنفذ الكلام ده. يعني مثلا هي تشوف حاجات وتقدر تكون قريبه منها تقدر تنفذها على ارض الواقع في البيت بتاعها. دي الحاجات المقليه والمحمره والحاجات المسبكه، وخصوصا كمان ان احنا ظهر عندنا سمنه الاطفال بقت نسبتها كبيره جدا، ودي حاجه مش كويسه في المؤشر بتاعنا. فبالتالي ان انا لما اقلل كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي في عاداتنا الغذائيه، فانا هحصل على نظام غذائي صحي. في حاجات تانية لازم افعلها. ايه الحاجات اللي انا افعلها؟ عندي زي تناول الخضار والفاكهه، دي من الحاجات، وبالذات الخضار لان كميه السعرات بتاعته قليله، وفي نفس الوقت بيديني كميه من الفيتامينز والاملاح المعدنيه، دي بتفعل لي وبتقوي لي الجهاز المناعي كمان، وفيها كميه من الميه. برضو لو انا بصيت على الحاجات الثانيه اللي هي عندي المشروبات وبصفه خاصه الميه، والميه دي رقم 1. دايما احنا بننسى الميه. الميه دي مهمه جدا جدا جدا، لازم ان انا افعلها، لان الميه بنقول انها بتساعد في عمليات الامتصاص، بتساعد في عمليات الهضم نفسها بتاعه الاكل. كمان في بعض الابحاث قالت ان هي من الحاجات اللي بتساعد على نسبه، بتحسن نسبه الذكاء، لانها بتعمل واشنج اوف بادي، يعني بتغسل الجسم، فبتخرج لي كميه السموم من الجسم اللي موجوده. برضو من الحاجات اللي بتعلي لي معدلات الحرق جوه الجسم، بتعمل تنظيف للجسم كله، واشنج اوف بادي، بتغسل لي الاجزاء الداخليه جوه الجسم، يعني احنا بنسميها واشنج اوف بادي، يعني بتغسل لي الجسم. ليه الحاجات دي كلها؟ هي دي النظام الغذائي الصحي، ان انا ابعد عن الحاجات دي وازود الحاجات دي. اما بديك كده الدايت ستايل لايف، هاكل كل حاجه بس بشرط انها تكون داخل مقنن. يعني انا قدامي قطعه طبق جاتوه، اخد قطعه وارضي نفسي وان انا كده اكلت، بغير اما اكل الطبق بحاله. فهو ده النظام الغذائي، اسمه ستايل لايف. ستايل لايف يعني اخد كل حاجه ولكن بمقنن، تتفق مع العادات بتاعتي، وفي نفس الوقت ما تديش كميه كالوريز اعلى من الاحتياجات بتاعتي او من الطاقه بتاعتي بتؤدي الى السمنه. بل على العكس، اخد كميات الاكل وازود فيها كميات الخضار بتاعتي بنسب اعلى. دايما لما احنا بنقول حتى في الستايل، ايوه يعني مصطفى عارف، كنت لسه عايزه اقول للدكتور انه الكلام في الحاجات دي يمكن سهل، لكن عارف انت، لو انا وهي بتتكلم على طبق الجاتوه مش عارفه، حاسه في الشتاء هنعمل ايه؟ هناكله يعني. كمل يا الاطفال. يعني انا لو هتكلم على الفطار بالنسبه للاطفال مثال، حضرتك قلتي اللانشون غلط، البسطرمه غلط، حدد لنا فطار مثالي يقدر يدي السعرات الحراريه اللازمه لكل طفل، يتحط في اللانش بوكس قبل ما يروح، وفي نفس الوقت يبقى مغذي، وفي نفس الوقت ما يضروش، وفي نفس الوقت يرضيه، لان انت فاهمه ان الطفل بيبقى ليه متطلبات خاصه. دايما انا بقول يعني ان الطفل انا برضيه، وارضيه ان انا هو بيحب ايه. يعني هو مثلا بيحب البانيه، ما انا ممكن اعمل له ساندوتش بانيه في قلب اللانش بوكس بتاعه، واحط معاه ثمريه فاكهه، واحط معاه واحده خضار، يبقى انا كده حضرتك حطيت اللانش بوكس بتاعه كده اصبح متوازن. قطعه اللحمه بتمثل، احنا عندنا 3 حاجات اللي هم الهرم الغذائي بتاعه، البروتين والنشويات والفيتامينز والاملاح المعدنيه. انا حطيت له الفيتامينز والاملاح المعدنيه في التفاحيه والخياريه اللي انا حطيتها، حطيت قطعه البروتين في اللي هي وحده البفتيك اللي انا حطيتها، او وحده البانيه اللي انا حطيتها، او صباع الكفته اللي انا حطيته، او الجبنه او الفول او الطعميه، لان ده كله بروتين. يعني مش شرط ان اقول بروتين هو عباره عن اللحمه او الفراخ او السمك او البيض او الجبنه، طبعا وعلى راسهم الجبنه القريش. الجبنه القريش دي المايسرو، كل 50 جرام من الجبنه القريش بيعادل 30 جرام لحمه، واخف على الكبد والكلى في التعامل معاها من اللحمه الحمراء. يعني انا لو اديت لابني شريحه ذهب، قلت لحضرتك شريحه بانيه، كل الاطفال بيحبوا البانيه، كل الاطفال بيحبوا الكفته، مش شرط ان الام تحصر الطفل جوه سندوتش الجبنه والبيض او المربى او الحلاوه اللي هي بتديه. النشويات انا خدتها في رغيف العيش، ده كله عباره عن ان انا كده في اللانش بوكس بتاعي خدت كل العناصر الغذائيه، ينقصه فقط كوبايه الزبادي او كوبايه اللبن اللي الطفل ممكن ياخدها او احطها له معاه في اللانش بوكس بتاعه. في نفس الوقت انا بقول للام البسيطه، اعملي حاجات بسيطه في بيتك، اعملي بدل فلوس الشيبسي والبوز اعملي بضايه. انا ضمنت ان هو خد شويه من البروتين، والبروتين ده بروتين كمان هاي كواليتي بروتين، يعني بروتين عالي القيمه الحيويه. يعني بدل ما تجيبي كيس شيبسي ب 2 جنيه او ب 3 جنيه هاتي بضايه ب 3 جنيه، انا ضمنت ان الطفل على الاقل غطيت له تلت الاحتياجات من البروتين اللي هو محتاجه في اليوم. اما بالنسبه لاحتياجات الاطفال فبتختلف على حسب كل مرحله عمريه طبعا، كل ما بنكبر شويه بتزيد احتياجاتنا، لكن من الاساس عشان احط اللانش بوكس بتاع الطفل لازم يكون فيه فاكهه وخضار. لما تيجي الام تقول لي ده ابني سمنه ولا اصل انا مش هديله، لا حضرتك طب ليه ما تديلوش؟ ليه نديله اللانش بوكس بتاعه، بس ازود الخضار والفاكهه، اقلل كميه النشويات، ازود البروتين معاه شويه. يمكن بعض الاهالي او بعض الامهات ممكن مش عارفين او مش مستوعبين قد ايه خطر الانيميا على الاطفال في دراستهم ومذاكرتهم وادائهم في حياتهم اليوميه، فقد ايه مهم تناول البروتين للاطفال في سن صغير يا دكتور؟ بالظبط، مهم جدا تناول البروتين، وبصفه خاصه كمان البروتين الحيواني، ولازم ياخده بنسبه 50% على مدار اليوم. يعني احنا بنقول لو البروتين بتاعه المفروض ياخد مثلا 20 جرام بروتين في اليوم، المفروض على الاقل يبقى 50 جرام منهم بروتين حيواني. والبروتين الحيواني مش شرط يجي من حته اللحمه والفراخ، ممكن يجي لي من بيضه وكوبايه اللبن. لو عايز ياخد 20 جرام، لا ده انا بقول على فرد. أوكي. لو هو احتياجاته في اليوم 20 جرام بروتين، فهو لو انا اديت له بضايه وكوبايه لبن حضرتك انا غطيت اكتر من نص الاحتياجات بتاعته. لان البضايه بتديني 7 جرام بروتين، وبروتين حيواني. وعلى فكره البيض من، يعني احنا بنقيس اللحمه على البيض، مش اللحمه هي اللي، يعني مش اللحمه هي الاساس، لا، البضايه بتحتوي على كل الاحماض الامينيه ال9 اللي بيحتاجهم الجسم في عمليه البناء موجودين في البضايه. وبالتالي احنا دايما نقول للامهات جوه العيادات لو سمحتي بضايه وكوبايه لبن، والاثنين دول البضايه انا بضمن ان كميه بروتين دخلت كويس جدا، تحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه، وكمان فيها الفوسفوليبيد اللي مفيد جدا للخلايا بتاعه المخ. كوبايه اللبن فيها كميه من الكالسيوم اللي الطفل محتاجه عشان خاطر العظم، عشان نسبه التقزم اللي موجوده عندنا العيال القصيرين. كوبايه اللبن بتديني 300 مللي جرام. طيب دكتور، لو الطفل يعني بيعاني من السمنه شويه ومامته عايزه تديله اللبن خالي الدسم، هل العناصر اللي فيه مش هي؟ لا، احنا بنقول دايما ادوا اللبن كامل الدسم. اللبن من الحاجات الجميله جدا، الفيتامين د اللي موجود في اللبن موجود في قلب القشطه اللي في اللبن. لما حضرتك بتشيلي القشطه دي فبتشيلي فيتامين د. بس لو هو بيعاني من السمنه، ثواني، فيتامين د ده اللي بيدخل الكالسيوم جوه العظمايه، الحامل بتاع الكالسيوم عشان يثبت الكالسيوم جوه العظمايه. احنا بنقول علشان ادي اللبن كامل الدسم، انا ما عنديش مشكله، بس وقفي ده محسوب من الاحتياجات بتاعته. ما هو برضو الطفل اللي هو الاوبيز او اللي هو سمنه حضرتك محتاج كميه من الدهون، وكميه الدهون على فكره محتاج الدهون المشبعه والاحاديه والغير احاديه، محتاج الثلاث انواع من الدهون. اللبن فيه دهون مشبعه، لكن دهون اللبن اللي موجوده فيه المشبعه دي دهون صحيه مش دهون مضره، مش كده، مش زي الدهون المصنعه، مش زي الزبده الصفراء او السمنه الصناعي والحاجات دي، لا، على عكس ده كويس. وبالتالي كل الابحاث الجديده بتقول لازم ناخد اللبن كامل الدسم عشان اقدر استفيد من الكالسيوم اللي موجود جوه اللبن. كوبايه اللبن لو انا اديتها لابني في اليوم دي بتعادل تقريبا حوالي نص الاحتياجات بتاعته من الكالسيوم في الاطفال الصغيرين اللي هم حوالي من 2 ل 4 سنين. طب الباحثين عن الدفء في الشتاء بيلجأوا لحاجات ربما تكون مش صحية، ايه افضل حاجة يتدفوا بيها، وفي نفس الوقت ما تعليش السعرات الحراريه، في نفس الوقت ما تضرهمش، في نفس الوقت ما تزودش وزنهم، وخصوصا الباحثين عن الدايت والحياه الافضل يعني. بنقول دايما، علشان اقول ان انا ابحث عن الدفء، اول حاجه دايما بتيجي في دماغنا هي المشروبات الدافيه، لكن انا دايما بقول لهم لا، تقسيم الوجبات لو سمحت. قسم الوجبات بتاعتك، وجباتك تبقى صغيره في اليوم، كل ما هاكل كميات صغيره هاخد شويه من الدفء بتاعي، ماشي كده. تاني حاجه بتجيني بعد تقسيم الوجبات ده، ببتدي اقول المشروبات الدافيه ناخد منها من المشروبات الدافيه زي الحلبه والنعناع والييسون والكراويه، ولكن تقليل السكريات. يعني ما اخدش حاجات متحليه بسكريات كتير، لان السكر الكتير هيديني كالوريز كتير، وبالتالي هزيد في الوزن، وبالتالي هتبقى مشكله معايا. تاني حاجه ببعد عن الاغذيه اللي هي المقليه والمسبكه والحاجات المحمره والحاجات اللي فيها نسبه عاليه من الاملاح. كمان بقول ان ازود كميه الخضار، كل ما بزود كميه الخضار انا بشبع، وفي نفس الوقت ما بحتاجش ان انا اخد كميه اكتر. تاني حاجه ان انا لازم اشرب ميه كتير، ده احنا بننسى الميه في الشتاء. الميه من الحاجات الجميله جدا اللي بتظبط معايا الترموستات، درجه حراره الجسم، وبالتالي ان انا بقول لازم من الحاجات الاساسيه هو ترطيب الجسم في الشتاء. مفيش حاجه يعني برضو الحاجات دي ما تشبعش، يعني كل اللي انت قلتيه ده جميل، بس يعني لا هيشبع ولا هيدفي. يعني اللي متعود ان هو مثلا ياكل حاجه حلوه بالليل، او ان هو يشرب مثلا حاجه حلوه مثلا بالليل، الكلام ده انت مثلا يعني مثلا على سبيل المثال، هل البطاطا مثلا مفيده في وقت الشتاء؟ البليله مفيده في وقت الشتاء؟ انا بتكلم عن الحاجات الطبيعيه، أيوة. مش الحاجات اللي احنا هنتكلم يعني اقول لحضرتك، احنا دايما لما بنقول للناس بنقول ان انا عشان في حاجات مهمه بالنسبه لي في الشتاء لازم اخدها. يعني اول حاجه ببتدي بيها لازم اهتم بالخضار، ده رقم واحد، لانه هيعمل لي اشباع، ولما هيعمل لي اشباع انا مش هحتاج كميه اكتر من الاكل، وبالتالي هيديني دفء. تاني حاجه الحبوب، الحبوب اللي هي الحبوب الكامله، الحبوب الكامله اللي هي زي البليله حضرتك اللي انت قلت عليها، دي من الحاجات اللي بتدفي جدا. والبليله ليه البرغل والشوفان وشوربه شوربه الشوفان، او ان انا اخد الشوفان واحطه على الزبادي، دي من الحاجات اللي هتديني نسبه من الدفء. وده ليه؟ لان فيها كميه من الالياف، وكميه الالياف بتخلي عمليات الهضم تبقى بطيئه شويه، وكل ما بتبطئ عمليات الهضم كل ما انا بحس بالدفء. لان انا امتى هبتدي احس بالدفء؟ بعد الاكل. فبالتالي ان انا محتاجه ده كويس جدا. فمحتاجه كمان ان انا يعني كمان محتاجه ازود معايا كميه الميه، محتاجه ازود كميه السوائل، محتاجه ازود اللي هي عندي زي ما قلت لحضرتك المشروبات الدافيه. المشروبات الدافيه من اكتر الحاجات اللي هتساعدني في ده، بس بشرط ان انا اقلل السكريات. لكن احنا دايما بنقول عشان احس بالدفء هاخد الحبوب الكامله اللي هي زي البليله والبرغل والشوفان، بعد كده باخد الخضروات باخدها بكميه كبيره، ترطيب الجسم بكميات من الميه من 8 ل 10 كوبايات ميه على مدار اليوم، ممكن يوصلوا ل 12 المشروبات الدافيه اللي احنا بنستخدمها. في عندي مشروبات جميله جدا في الشتاء ممكن تحسسني بالدفء، وتحسسني كمان بتحسين الحاله المزاجيه، زي مثلا مشروب الشوكولاته، عندي السحلب. الحاجات دي كلها بتديني احساس بالدفء، بس بشرط ان انا ما ازودش فيها السكر المضاف. احنا مشكلتنا مع السكر المضاف بنسبه كبيره جدا، لان في ناس بتحط السكر بنسب عاليه، وده بيعتبر خطا. انا مسموح لي على مدار اليوم كله ب3 معالق سكر، فلو سمحت ما ازودش عن كده، وبالتالي ان انا استخدم سكر اقل، لكن اخد المشروبات الدافيه زي ما انا عايز. يعني في ناس بتيجي تقول لك انا بشرب 10 كوبايات شاي، بس ال 10 كوبايات شاي بيحط فيهم كام معلقه سكر؟ كل كوبايه شاي بيحط فيها 5 معالق. لكن في واحد ممكن يشرب 10 كوبايات شاي في اليوم ب5 معالق سكر مثلا. هل ده فرق بين الاثنين؟ فده الاولاني انا عندي فيه مشكله جامده جدا، لانه هيعمل لي سمنه، وخصوصا كمان السكريات البسيطه، لان السكريات البسيطه من احد مشاكلها ان هي الفركتوز اللي بيبقى فيها بيعمل لي مشاكل، وبيزود لي الدهون الثلاثيه، لان كل ما بيزيد الفركتوز كل ما بتزيد الدهون الثلاثيه. وعشان كده الفاكهه من الحاجات اللي الناس بتقعد تاكل فيها كتير ويقول لك ما بتحسسني الدنيا حلوه. لا، الفاكهه على فكره فيها كميه فركتوز عالي جدا، الفركتوز ده بيتحول لدهون ثلاثيه. الدهون الثلاثيه دي اول حاجه بتعملها بتروح عند الكبد وتعمل لي كبد دهني، بعد كده بتروح عند القلب وبتعمل لي تصلب شرايين. يعني الفاكهه غلط؟ الفاكهه تناولها من 1 ل 2 ثمره فاكهه بس على مدار اليوم، حتى لو اي ثمره، تفاح مثلا، تفاحيه، جوافيه، كمثريه، كله في نسبه فرق. لا بس في ناس تاكل اكتر من تفاحيه، والتفاح مفيد معروف. هي اخر حاجه جديده يعني. اخر حاجه جديده في الريكومنديشن الجديده عن الفاكهه بتقول ان احنا ناخد 2 ثمره فاكهه في اليوم. يعني حتى كمان هو حدد لنا جدول ان احنا نمشي عليه في الاكلات بتاعتنا. يعني قال مثلا الجدول بتاعنا بيقول ان انا عشان اضمن ان انا خدت التنوع بتاع البروتين واحافظ على الكلى بتاعتي واحافظ على الاعضاء بتاعتي، لازم اخد على الاقل يومين 2 سمك في الاسبوع، بشرط ان يكون سمك واحده فيهم سمك دهني زي التونه والسردين والمكرل، ماشي كده. تاني حاجه اللحوم البيضاء، 2 لحوم بيضاء في الاسبوع، يومين بقوليات يعني زي البصاره والفول والعدس والفول النابت، الحاجات دي جميله جدا. اخر يوم او اليوم السابع في الاسبوع قال انه يكون هو اللحوم الحمراء، وحدد لنا ان احنا ناخد الخضار بكميات زي ما احنا عايزينها، لان ده بيديني كميه من الالياف. كميه الالياف كل ما تزيد ده بيعمل صيانه للجهاز الهضمي، بينظم سكر الدم، بيحافظ على القلب، بيعمل تنظيم للناس اللي مرضى السكر، ده جميل جدا بالنسبه لهم ان انا ازود لهم كميه الخضار. صحيح. بعد كده عندي بيزود ده كمان ان هو بيدخل الفاكهه، قال لك الفاكهه اقصاكي من 2 إلى 3 ثمرات فاكهه، وقال لي انا طبعا ده على حسب الفاكهه. على اي حال بنشكر دكتوره رجلاء عبد الفتاح مدرس التغذيه العلاجيه بالمعهد القومي للتغذيه، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المعلومات، وبنوصي كل الناس في الشتاء ان هم يعني يلتزموا بالجدول الغذائي السليم، لان طبعا الاكثار من السعرات الحراريه مضر، الاكثار ايضا من لانه بيؤدي الى السمنه، والسمنه دي بتعتبر نصية الامراض اللي موجوده عندنا في مصر. شكرا جزيلا. اوكي، شكرا لك يا دكتور. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم، وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. المنتخب المغربي اتأهل للدور الربع النهائي في مونديال 2022 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، وده بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مواجهة قوية جمعت المنتخبين على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور ال16 من بطولة كأس العالم. وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب أكد أنه بيهدي هذا التأهل لكل الجماهير المغربية والعربية واللي دعمتنا من البداية في كأس العالم 2022. وقال الرجراجي في تصريحات بعد المباراة: قلت لهم من البداية المغرب ما جاتش هنا علشان تلعب 3 مباريات وبس، ورانا أهل وجمهور كبير، وشكرا للعيبة، عندنا فريق وروح وعائلة وجماهير. ياسين بونو حارس منتخب المغرب تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس وإسبانيا، وده بعد ما قدم مستوى رائع خلال مواجهة إسبانيا وإنقاذه لركلات الترجيح اللي قاد بيها منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائي من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ. كمان ياسين بونو حارس منتخب المغرب أكد أن منتخب بلاده هيقدم كل اللي عنده للوصول لأبعد مرحلة في كأس العالم، وقال كمان الحمد لله وإن شاء الله نتقدم ونفرحهم أكتر. منتخب المغرب أصبح رابع منتخب إفريقي بيوصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون كانت سنة 1990 والسنغال سنة 2002 وغانا سنة 2010 وأخيرا المغرب 2022. النجم الفرنسي كيليان مبابي احتفل بفوز منتخب المغرب على حساب اسبانيا وتأهلهم للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، ونشر صورة مع أشرف حكيمي على تويتر. كيليان مبابي بتربطه علاقة صداقة قوية مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وهو ده اللي دفع مبابي بنشر صوره ليهم على حسابه الرسمي في موقع تويتر علشان يهنيه بالانتصار اللي حققه المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني. بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا أكد أن الخروج من المونديال بهذه الطريقة مرير جدا، وكنا نستحق التأهل قدام المغرب. وقال كمان في تصريحاته بعد المباراة: كنا محتاجين للتوفيق في بعض اللحظات وكنا نستحق التأهل، لكن هي دي كرة القدم. منتخب البرتغال فاز على سويسرا بنتيجة 6-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد لوسيل، وده ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس العالم 2022. سجل أهداف المباراة غونسالو راموش سجل هاتريك، وبيبي وجيريرو ورافائيل لياو في الدقايق 17 و33 و51 و55 و67 و92 على التوالي. وسجل هدف سويسرا الوحيد اللاعب مانويل أكانجي في الدقيقة 58 50 من المباراة. بالنتيجة دي اتأهل منتخب البرتغال لربع نهائي بطولة كأس العالم، وضرب ميعاد مع منتخب المغرب في المباراة اللي هتتلعب يوم السبت اللي جاي. راموش مهاجم منتخب البرتغال حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال وسويسرا، ونجح في تسجيل 3 أهداف، هاتريك في أول مباراة بيلعبها خلال الأدوار الإقصائية، وبيقدم أداء فني قوي خلال مجريات اللقاء. فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال أكد أن كل اللي بيهمه دلوقتي هو الفوز في ال3 مباريات اللي جاية بعد الفوز على سويسرا، وقال كمان أن لازم المنتخب البرتغالي ياخد باله من المغرب، لأن المباراة دي هتكون أصعب لقاء لينا في كأس العالم. وعن عدم مشاركة كريستيانو، سانتوس قال أنه جوانزالو وكريستيانو 2 لعيبة مختلفين، واتكلمت مع رونالدو قبل المباراة وما كانش عنده أي مشكلة في قراري. فرانكي ديونج لاعب منتخب هولندا أكد أنه من الصعب وجود طريقة لإيقاف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وقال ديونج أنا عارف ميسي شخصيا، لكن معرفش إزاي ممكن أوقفه. ميسي دايما بيصنع الفارق من 15 سنة ومفيش طريقة واحدة موجودة في كرة القدم تعرف توقفه. أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأخلاق منتخب اليابان وجماهيره، وده بعد ودعهم للبطولة من دور 16 بكأس العالم بركلات الترجيح بنتيجة 3-1. ونشر الحساب الرسمي للفيفا على تويتر وقال أظهروا أخلاقهم داخل وخارج الملعب، قد تكون رحلتهم في البطولة انتهت، لكن لقد ترك اللاعبون والموظفون والمشجعون بصمتهم بالتأكيد. المدرب البرتغالي باولو بينتو أعلن استقالته عن منصبه كمدير فني لمنتخب كوريا الجنوبية بعد الخسارة على يد البرازيل من الدور ال16 في البطولة، وقال بينتو في تصريحاته للصحفيين لازم نفكر في المستقبل اللي هيكون من غيري، لازم أرتاح، وأعلنت موقفي للعيبة ولرئيس الاتحاد. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع لزملائنا نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمياء. امبارح المنتخب المغربي حقق إنجاز تاريخي، أصبح أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم. طبعا ده إنجاز بالنسبة للعرب، إنجاز كبير جدا. شفنا امبارح إزاي فاز هذا المنتخب على نظيره الأسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-0، وده عقب انتهاء الوقت الأصلي وإضافة الأشواط الإضافية. كمان امبارح صعد منتخب البرتغال على حساب المنتخب السويسري بعد فوزه بسداسية. الكلام كله ربما في كأس العالم بيتكلم عن مفاجآت، ربما هذه المفاجآت ظهرت في البداية، ولكن يوما بعد الآخر بتتجلى الحقائق وتتكشف، ونشوف مين الفرق اللي فعلا هتصعد للأدوار النهائية. النهارده هنتكلم عن إنجاز المغرب، هنتكلم عن صعوده التاريخي، هنتكلم أيضا عن مباراة سويسرا والبرتغال. بصحبتنا النهارده الناقد الرياضي الأستاذ سامح سمير، منورنا في استوديو صباح الخير مصر. أهلا بيك يا أستاذ سامح. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى، وأهلا بيك يا أستاذ بسام. صباح الخير عليكم وأسنا مشاهدين جميعا. صباح الخير عليك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. ازاي شايف انجاز المنتخب المغربي بالنسبه للعرب؟ النهارده بنتكلم ان هو اول مره ده يحدث في التاريخ. ازاي نقدر نصفه رغم ان المباراه ربما انتهت زي ما احنا عارفين بالتعادل السلبي، ولكن ركلات الترجيح اللي حسمت الامر. والله طبعا المنتخب المغربي يعني مش انا بس اللي بشوف ده، العالم كله شايف الحمد لله. يعني حاجه تشرف العرب، حاجه تشرف افريقيا انك انت تبقى رابع فريق افريقي تصل لربع النهائي بعد الكاميرون وغانا والسنغال. طبعا فريق المغرب حطم كافه الارقام القياسيه للمنتخبات العربيه، اول منتخب عربي في التاريخ، تاريخ مشاركات كاس عالم، يصل لربع نهائي المونديال. طبعا يعني انتصار غير مسبوق، ارقام قياسيه اعتقد انها ممكن تقعد تاني 100 سنه علشان تحقق اللي المنتخب المغربي بيحققه. مع احترامي للمنتخب السعودي، مع احترامي للمنتخب المصري اللي بيحاول يوصل لكاس العالم، مع احترامي لكافه الاسماء الكبيره، حتى منتخب تونس اللي عمل يعني موسم ولا اروع السنه دي في تاريخ في نسخه 2022 في قطر، واللي نجح ان هو يفوز على حامل اللقب طبعا فرنسا. انا كنت شايف اداء اوروبي من تراث فريد فعلا لمنتخب المغرب، الى جانب منتخب تونس اللي كان سيء الحظ، ولكن هو لعب امام فرنسا مباراه عاليه جدا ما اقدرش انساه. صحيح، لا هو ولا منتخب السعوديه، ولكن المغرب طبعا الحفله كلها على المغرب، العالم العربي كله، العالم بالظبط. دي حقيقه العرب امبارح في قطر، في باريس، في كل حته، في العالم حقيقه كانوا بيحتفلوا بالمغرب امبارح. طبعا انجاز غير مسبوق، وتحت قياده مين؟ مدير فني وطني يحط تحت هذه الكلمة 100 خط. وليد الرجراجي هذا المدير الفني مدرب المخضرم المحترم المحنك في إدارته للمباريات. امبارح بيلعب أمام أسبانيا، الماتادور الأسباني امبارح يعني بنقول نجح أسود الأطلس في اصطياد الثور الإسباني، ولكن طبعا عشان تلاعب إسبانيا بالأداء ده، عشان تواجه الماتادور الأسباني بالرجولة دي في الملعب خلال 4 أشواط، وكنت بتحرج المنتخب الإسباني وكنت هتحسم المباراة في الشوط الأول. هو اتفاجئ بيك طبعا، لويس إنريكي قاعد على الخط يعني هيتجنن الراجل، بيشد في شعره، مش مصدق ان دول فريق عربي بيعملوا كده، مش مصدق ان هم فريق أفريقي، مش مصدق ان المغرب بتاريخها المشرف. طبعا ان المغرب تاني مره توصل بالمناسبه في تاريخها، عشان الناس تبقى عارفه برضو الساده المشاهدين، تاني مره توصل في تاريخها اول مره لدور ال16، لكن اول مره توصل لدور الثمانيه. المنتخب المغربي برضو تاريخه افضل بكتير من المنتخبات العربيه والافريقيه اللي شاركت في المونديال، بس ما كانش متوقع ان هو يتحرج بالشكل ده. لويس انريكي امبارح قاعد على رجليه على الخط، قاعد نازل مش مصدق طبعا. فالمغرب امبارح قدم واحده من افضل مباريات المنتخبات العربيه والافريقيه والمغربيه على مدار التاريخ طبعا حقيقي. طيب يعني المرمى المغربيه لم تتلقى سوى هدف واحد بس، يمكن ده يعني الهدف، يعني كل فرقه بيبقى دخل فيها اكتر من كده خلال البطوله دي، وكمان الهدف ده بسبب خطا دفاعي عندهم. فهل ده معناه ايه؟ يعني دي حاجه، وهل الاسبان بقى في الناحيه الثانيه ايه كانت مشكلتهم؟ الصحافه الاسبانيه دلوقتي سالخه اللعيبه الاسبان لا ده هم امبارح خرجوا، عايز اقول لك ان احنا قالوا يعني لفظ، يعني احنا صحفيا حتى مش بنتناوله في منشطاتنا الصحفيه، بيبقى عندنا رقي اكتر من كده. امبارح طبعا خرجوا امبارح قالوا احنا كنا شبه المتسولين في المباراه، وان احنا تم القضاء علينا ومتنا في الملعب زي ما حصل لنا في 2018 في روسيا. طبعا كانوا قاسيين بالامس على المنتخب الاسباني وعندهم حق، لان المنتخب المغربي قدامهم كانوا فاكرين انه هيبقى فريسه، وهتطلع الصحف كلها تقول ان الماتادور اصطاد الاسود الاطلس في قطر، وكانوا منتظرين طبعا ان هم يطلعوا بعناوينهم، ومنتظرين ان العالم كله يتكلم عن تاهل المنتخب الاسباني. فوجئوا بتالق منتخب المغرب، فوجئوا بعمالقه المغرب، اشرف حكيمي وحكيم زياش وكل واحد عيلته مستنياه ومامته في المدرجات. حتى وليد الرجراجي اللي قال لهم ان انا والدتي جايه تتفرج على كاس. لا امبارح كان في قصه وحدوته وحكايه وروايه في قطر ما بين المغرب وما بين اسبانيا. لويس انريكي استفز بالمناسبه امبارح الصحف الاسبانيه، هو اللي ادالهم انا دي وجهه نظري المتواضعه، ان هو اللي ادالهم الخيط او ادالهم الدافع ان هم ينتقدوا كتيبه المنتخب الاسباني، انه خرج بعد المباراه يعني حيا الجماهير المغربيه في الملعب وحيا منتخب المغرب، وهو عنده لعيبته كانت بتبكي، لعيبته كانت منهاره، لعيبته مش مصدقه، وشايفين حتى هذه اللحظه ان هم كانوا المفترض ان هم يتأهلوا على حساب المنتخب المغربي. فاللي حصل امبارح يعني كان عكس كل التوقعات تماما، وكانت حالة احباط غير طبيعية. المنتخب الاسباني امبارح مسك المباراة بالمناسبة في اخر الشوط الثاني، ومسك الشوط الثالث والرابع. المغرب يمكن كان بيحاول على استحياء في هجمات مرتدة قاتلة، اللعيبة تعبت في المغرب، ساعات ما كانتش بتصدق نفسها وهو رايح انفراد، لياقته البدنيه مش مساعداه، لكن قدروا على مستوى الدفاعي وعلى مستوى تقفيل وسط الملعب ان هو يجبر المنتخب الاسباني انه يخرج بالمباراه للتعادل. وياسين بونو، وما ادراك ببونو، وياسين بونو طبعا حارس المنتخب المغربي من افضل حراس البطوله طبعا، هو أليسون بيكر حارس البرازيلي طبيعي طبعا، ويستحق امبارح بونو. خلينا نتكلم عن كلمات السر، يعني لماذا استطاع المنتخب المغربي يعمل كده؟ يعني النهارده مثلا على سبيل المثال كابتن منتخب المغرب قال ان هم اتضربوا على 1000 ضربه جزاء علشان يقدروا يوصلوا لهذا المستوى. ده مدرب اسباني. يعني هل هناك كلمات سر نقدر نقول ان هي كانت بتقف بجوار المنتخب المغربي علشان يوصلوا لهذا المستوى؟ بخلاف ان هم طبعا يعني اغلبهم محترفين واغلبهم وكده. لا الاحتراف ملوش علاقه، في ناس كتير محترفين ملوش علاقه. ما انت عندك المنتخب البرتغالي محترفين، منتخب كافه المنتخب غانا كلهم محترفين، كل المنتخبات الافريقيه محترفين بالمناسبه والعربيه، ولكن عشان تقدر تعمل توليفه تجمع بيها كافه هؤلاء المحترفين وتأدي بيهم مستوى جيد فين؟ كاس العالم. يعني انت مش رايح تلعب بطوله قاريه، لا ده انت رايح كاس العالم. طبعا امبارح رقم واحد لازم أشيد بوليد الرجراجي، مدير فني مغربي وطني من طراز أول، من طراز فريد. قدر إن هو راجل مش كبير في السن، راجل قدراته هائلة جدا، إمكانياته رائعة جدا. ده أحد أو إحدى كلمات السر المحترمة جدا اللي أدت لفوز المنتخب المغربي بالأمس. ده واحد. لازم. اتنين، الروح العاليه جدا، الثقه العاليه جدا للاعبي المنتخب المغربي امبارح. انت عندك امكانيات في المنتخب الوطني المصري، مش عايز اقارن، لكن للاسف احنا لما بنصل لمثل هذه المحافل الدوليه بتتهز، رجليك بتخبط في بعضها. الناس ما تزعلش مننا، هنتكلم على مصر بس خلينا نتكلم على المغرب. لكن لا، انا مش هدخلك في سكه ثانيه، لكن انا عايز اقول لك على طول ان المغرب امبارح انت شايف 11 رجل في الملعب، ومش 11 رجل فقط على الجانب الدفاعي، لا ده على الجانب المهاري، على مستوى اللياقه البدنيه، على مستوى الاصرار على الفوز وثقافه الوصول لنهايات كاس عالم. دي مش سهله يا جماعه، دي ثقافه لاعب يبقى عنده ثقافه ان انا افوز واصل لنهايات كاس عالم والعب في دور 16 واصل لدور الثمانيه. لا دي ثقافه غير طبيعيه تماما، دي احد كلمات السر بالامس في مباراه المغرب، الاداء الرجولي والروح العاليه وثقافه الفوز وثقافه اللعب في نهايه كاس عالم، عشان بقى بنجمع ده. ايضا امبارح ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، ده مش احدى كلمات السر، ده سبب فوز المنتخب المغربي بالامس. هو رجح المباراه. طبعا انقذ اكثر من كره ولا اخطر ولا اروع على مستوى المنتخب الاسباني، وقدر ان هو يعني خلاص قال لهم مع الكره مش تدخل. سامح، انت شفته امبارح وهو بعد ما بيصد كل يعني ضربه جزاء هو بيضحك، هو ابتسامه، دي حقيقه. فالثقه دي جايه منين والهدوء ده؟ هو بيلعب في نادي اشبيليه الاسباني وهو متعود على اللعيبه الاسبان، لكن الهدوء اللي هو كان فيه ده كان سببه ايه؟ بصي اقول لك على حاجه، العرب والافارقه تحديدا عندهم كبرياء جميل، كبرياء يعني تشوفي ابتسامتهم في الملعب، رايحين ينبسطوا ورايحين يفرحوا بكاس العالم. وحارس زي ياسين بونو لما تبقى حارس متالق وبيلعب في الدوري الاسباني وتمشي معاه بهذا الشكل في كاس العالم في قطر، ويلاقي نفسه بيواجه منتخب اسبانيا واللعيبه الاسبان اللي هو بيلعب في وسطهم هناك، ده بيبقى ليه حافز غير طبيعي ان هو يصل لاكثر درجات الفورمه العاليه، اكثر درجات الثقه والتركيز خلال المباراه، ان هو عايز يعلن عن نفسه. ولما الكره تمشي معاه بقى، ما هو امبارح الكره مشيت مع ياسين بونو ومشيت مع المنتخب المغربي، لما الكره تمشي معاك ويبقى عندك توفيق وجزء من الحظ مع انك انت فورمتك عاليه جدا، لازم تنتهي بابتسامه. بص على محمد صلاح، هتلاقيه بيبتسم على طول. اجمل شيء لاي لاعب ان هو يظهر ابتسامته على الشاشات وامام الجماهير عشان يوري للعالم ثقته بنفسه ويهز المنافس. ايوه امبارح لما انا اقف قدام المنافس الاسباني وهو مش قادر يدخل الكره المرمى واشيل اكثر من كره، مش عايز اشبهه بحد، عندنا اسماء كتير، ولكن ياسين بونو هشبهه بياسين بونو لان هو يستحق ان هو يكون مثل في حراسه المرمى امبارح بعد مباراه هايله. بيلعب في كاس عالم يا جماعه، ما بيلعبش في بطوله عاديه ولا في ناديه، لا بيلعب في كاس عالم وامام ماتادور اسباني مش سهل تماما. فياسين بونو امبارح يستحق رجل المباراه، يستحق ان هو يبقى من افضل حراس البطوله. مش عايز اقول الافضل لان أليسون بيكر طبعا مش هيسكت في المنتخب البرازيلي، طبعا احد افضل حراس كاس العالم واوروبا طبعا على مستوى ليفربول ايضا. يعني توقعاتك ايه للمنتخب المغربي اللي جاي؟ ايه يقدر المنتخب المغربي بالمستوى اللي شفناه من اول مباراه لاخر مباراه؟ هو ما وصلش بالصدفه، عشان بس الناس تبقى فاهمه، احنا النهارده مش بنأمل وبنحلم ونفسنا ان المنتخب المغربي يصل فقط، لا ده انت عندك منتخب قدر يوري لك نموذج للمنتخب القادر على الوصول لنهايات كاس عالم. بالعكس، اقدر اقول لك ان هذا المنتخب يستطيع الفوز على البرتغال لو ظهر بنفس المستوى اللي هو عليه خلال البطوله، مش هقول لك في مباراه الامس فقط، لا خالص، هقول لك على مدار البطوله كلها. المنتخب المغربي عمل مباريات كبيرة، عمل نتائج مشرفة تماما، قدر يصل بالعرق والجهد لدور الثمانية. المنتخب البرتغالي كبير بس بحالات، كريستيانو رونالدو ورفاقه وراموش وبتاع كبير بس بحالات. امبارح عمل اكبر بطولة في الادوار الاقصائية في دور 16، 6 اهداف 6-1. طبعا نص ده 6 اهداف يا حبيبي، صعب جدا كنت تعوضها تاني او انك تشوفها اولاني، وانذار شديد اللهجة طبعا للمنتخب المغربي. ولكن أنا بقول لك إن المنتخب المغربي بهذا الجيل من اللاعبين، هذا الإصرار على الوصول لنهاية كأس عالم بشكل يشرف المنتخب المغربي والعرب والأفارقة بهذا الشكل، أنا بقول لكم المنتخب المغربي قادر. هذه ليست أحلام، لا هذا واقع، والواقع شفناه امبارح ملموس. والمنتخب البرتغالي هيعمل 1000 حساب. فرناندو المدير الفني للمنتخب البرتغالي هيفكر 1000 مرة قبل ما يواجه المنتخب المغربي، وهيفكر ألف مرة قبل ما يقعد رونالدو على دكة البدلاء. بالظبط، شفت ازاي بقى ان رونالدو أول مرة يفضل ما يبتديش الماتش من 2008، دي يمكن أول مرة تحصل من 14 سنة. مباراة رسمية شفنا فيها كريستيانو رونالدو ما ابتداش المباراة، فضل قاعد على دكة الاحتياطي، واللاعب اللي جاب بداله راموش جاب هاتريك. شفت ده ازاي؟ بصي ايه اسبابه يعني؟ كريستيانو رونالدو لاعب سيء الحظ جدا جدا مؤخراً. جدا حط تحتيها مليون بس خط. مؤخرا بنتكلم مؤخرا طبعا الناس كلها شايفه وعارفه واحسن مننا لان هم متابعين كريستيانو رونالدو واحد يعني واخد افضل لاعب في العالم كم مره هو ميسي، بتشاركوها مع بعض على مدار اعوام كثيره جدا. طبعا امبارح هي وجهه نظر مدير فني هو بيحترمه جدا بالمناسبه فرناندو وضمه للمنتخب البرتغالي. ليه سيء الحظ عليك برضه بقول سيء الحظ ان هو يعني الكره بدات ما تمشيش مع رونالدو شويه شويه. ليه؟ لان هو بينزل في لحظات حرجه جدا وبيقعد على دكه البدلاء. فمانشستر يونايتد قضى على تاريخ كريستيانو رونالدو، هو شايف انه بتقضوا على تاريخ. طبعا عمر ده ما هيحصل. تاريخ كريستيانو كبير جدا، اتفرج عليه واستمتع بيه، ويفضل تاريخ كريستيانو بيتحدث عن الدون رونالدو، ما حدش هيتكلم عنه غير تاريخه بالمناسبه، مش احنا اللي هنتكلم عنه ولا هو هيتكلم عن نفسه. ولكن سوء الحظ، سوء اداره مانشستر يونايتد لملف كريستيانو رونالدو، فبيخلي تاريخه الراجل بيختتمه خلاص. دي اخر نسخه كاس العالم لرونالدو، خلينا متفقين. هو قال ان انا هعتزل كره القدم نهائيا لو اخذت كاس العالم، وانا بقول لكم ان البرتغال لو وصلت تاني رونالدو لن ينضم للمنتخب، ده اذا فضل في الملاعب بهذا الشكل وبسوء الحظ اللي بيواجهه ان هو ما بيلعبش وبينزل في لحظات حرجه جدا. امبارح نزل احرز هدف لم يحتسب. امبارح تشوفه هو واقف في الاحماء، نظرات كريستيانو رونالدو على الملعب نظرات كلها تأمل، نظرات حزن، نظرات تعب، أفول، نظرات عن ذكريات. كان هو الملك المتوج في هذه الملاعب. فلما يجي امبارح صحيح يظهر وهو على دكة البدلاء، الجماهير امبارح قالت رونالدو رونالدو عشان ينزله. الراجل امبارح استجاب ونزل رونالدو في الدقائق الأخيرة. الجماهير كلها المدرجات كلها كانت بتهتف باسم رونالدو علشان يشاركوا في المباراه لحد ما نزل. على كل حال احنا لسه بنتفاجئ في المونديال ده وكل حاجه يعني وارده فيه. وشفنا منتخب زي منتخب الفريق المغربي طبعا اللي فرحنا امبارح، فاجئنا في الحقيقه، لكن احنا متاكدين انه هيفاجئنا اكتر واكتر. بنتمنى ان هو يفوز باكيد كاس العالم لمونديال قطر 2022. يعني سامح دايما قراءتك كافيه ووافيه وبتفهمنا كل حاجه بتحصل في الملعب. شكرا ليك يا سامح ونورتنا في صباح الخير. ميرسي يا فندم، ميرسي يا مصطفى، كنت اتشرفت بوجودكم ووجودي معاكم النهارده على الشاشه. شكرا ليك. قلوبنا كلها مع المغاربه، ولكن خلينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء بصحبه زميلتنا لمياء حمدين. شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري. اهلا بكم. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق التي تستضيفها عمان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اجتماع الآلية الثلاثية سيناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثلاثي في العديد من المجالات. وأضاف أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق بين الدول الثلاث، فضلا عن الإسهام في العمل على حل حالة أزمات المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن. يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق 3 أيام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم توقيع اتفاقات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال قمة سعودية صينية هذا الأسبوع، مضيفة أن برنامج الزيارة سيتضمن حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية. أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي في سلسلة جبال حمرين. وقال المصدر إن طيران الدفاع الجوي تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت أوكار داعش الإرهابي ضمن معسكر في سلسلة جبال حمرين، مضيفا أيضا أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان. تفقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات القريبة من الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، وعبر عن شكره لجميع المشاركين في المجهود الحربي بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة في البلاد. وقال زيلنسكي إن آلاف الأوكرانيين يضحون بحياتهم لإنقاذ وطنهم، كما قدم الشكر للطاقم الطبي وأهالي الجنود، ورحب بعودة 60 أسير حرب بعد مبادلة مع روسيا. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تشجع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في روسيا بعد تعرض لقواعد عسكرية روسية لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة واشنطن تحرص على أن يكون للأوكرانيون لديهم التجهيزات التي يحتاجون إليها للدفاع عن نفسهم وأرضهم بدوره. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لا تمنع أوكرانيا من تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتها الذاتية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عزمها بيع صفقة من الدبابات من طراز إبرامز M1A1 ومعدات عسكرية أخرى إلى بولندا. وأوضح البنتاغون أن قيمة هذه الصفقة العسكرية تبلغ حوالي 3.75 مليار دولار. أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت مصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 مليون برميل. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي كوب 15 في مونتريال من أن البشرية أصبحت سلاحا للاندثار الشامل للطبيعة. جاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدول للتفاوض بشأن اتفاقية عالمية جديدة بشأن بيئة الأرض. كما حذر غوتيريش من أن الوقت ينفذ أمام حماية الطبيعة. تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم بعد فوزه على منتخب سويسرا ب6 أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في ختام منافسات دور ال16 للمونديال. وبذلك سيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المغرب السبت المقبل على استاد الثمامة. وكان منتخب المغرب قد تمكن من خطف بطاقة التأهل للدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على إسبانيا بضربات الترجيح. مشاهدينا، نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. من يوم الأحد الجاي إن شاء الله المحافظات هتبتدي بشكل رسمي أنها تطبق قانون المحال العامة، الاشتراطات الجديدة الخاصة بترخيص المحلات. يعني عندنا أسئلة كتير قوي، اللي عنده ترخيص هيعمل إيه، اللي ما عندوش ترخيص هيعمل إيه، تفاصيل كتير قوي هجاوب عليها ضيفنا اللي منورنا في استوديو الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. أهلا، صباح الخير. يعني خلينا نتكلم الأول عن قبل أي حاجة الاشتراطات، خلينا نقول اللي نص عليها قانون المحال العامة الجديد إيه هي هتكون؟ هو القانون قال إن لا يجوز أن يمارس أي محل عام نشاطه إلا بترخيص، وإذا مارسه بدون ترخيص هيقع تحت طائلة القانون وتوقع عليه عقوبات. فأصبح الترخيص لازم، ما فيش، وهو على فكره منصوص عليه من سنه 54. القانون صادر سنه 54 برضه كان نص كده، بس كانت العقوبات ضئيله قوي، فما كانش حد يهتم كتير بالترخيص. لكن احنا ده دلوقتي في سنه 2022 ما ينفعش يبقى نسيب ناس تمارس نشاط بيتعلق بالجماهير وبالمواطنين وما يرخص. والبعض هيسال ليه الترخيص؟ لأن الترخيص أنا بضمن للمواطن إن بحافظ له على صحته وبحافظ على أمنه وسلامته. أيوه. بمعنى إيه؟ يعني مثلا حضرتك، وده هيتم فعلا يا فندم؟ يعني خليني برضه أبقى صريح مع حضرتك. أيوه. مش كل ما يقدم من خلال المحلات العامة ما انا هدي سيادتك مثلا. هدي مثلا حضرتك اما بتخش مطعم ريستوران، تمام، وبتطلب اكل، انت تضمن منين ان المطبخ اللي عامل الاكل ده اشتراطاته الصحيه سليمه، ان مفيش، ان الميه اللي جوه مستخدمه سليمه، مفيش خلط ما بين المياه الصرف والميه، العاملين في اعداد الطعام لهم بطاقات صحيه ولا لا، ولا حاملين الميكروبات. كل ده بي 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 بيعالجوا القانون. خدت بال سيادتك؟ احنا بنقول ايه؟ احنا كسلطه التشريع علينا ان احنا نستخدم القانون لخدمه الانسان. وبعدين سلطه التنفيذ بقى هي عليها المراقبه. سيادتك بتقول هينفذ ولا لا؟ القانون دائما يخلق لينفذ، اما انه ما يتنفذش فده يبقى خلل. طب وايه هي المحال العامه؟ الاسم ده تعريف والديفينيشن. المحال العامه هي المحال التجاريه والحرفيه والخدميه والتسليه والمطاعم. التسليه دي زي كافيهات مثلا؟ المطاعم دي اللي هي الخدميه. خدت بال سيادتك؟ والكافيه بيقع تحت ايه يعني؟ ما هو محل عام. لا يعني ترفيهي، ممكن تاخديه ترفيهي وممكن تاخديه تجاري. يعني التعريف المحل العام اللي القانون يستخدمه هي المحل التجاريه والخدميه والحرفيه. في حاجه اسمها محل خاص؟ لا لا. محل خاص ده يعني معناه انه ما بيتعاملش مع مواطنين. محل العامه هو كل محل يتعامل مع رواد ومواطنين. طب واللي جوه كومباوند يتحسب؟ إذا كان بيتعامل مع مواطنين مش حاجة خاصة، مش أنت سيادتك عامل مكتب خاص ليك، ده مش محل عام، لكن سيادتك بتتعامل مع مواطنين يبقى محل عام. طب وبالنسبة يعني القرارات حضرتك عملته مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للناس اللي لسه ما وفقتش أوضاعهم ولا لسه؟ طبيعي. بص حضرتك، إحنا عندنا كذا نوع. في محال غير مرخصة خالص، ودولت عندهم مهلة سنة يتقدموا بطلب الترخيص. عندنا محل مرخصة فعلا، ودول عندهم مهلة سنتين عشان يتقدموا يرخصوا طبقا للقانون الجديد. خدت بال سيادتك؟ نيجي بقى للغير مرخص، وهم على فكرة نسبة كبيرة ليست قليلة. يعني الغير مرخص عندنا نوعين، ممكن يرخص ترخيص دائم، وفي محلات مقامة في عمارات سكنية غير مرخصة كمبنى يعني، أو فيها مخالفات. ده لازم يوفق أوضاعه، بس عشان نعالج القصة دي في القانون، القانون قال إن هنديله رخصة مؤقتة 5 سنين، يعني سنوية تجدد لمدة 5 مرات سنويا، 5 سنين. في الفترة ال5 سنين دول يكون وفق أوضاعه. وخاصة إن قانون التصالح بيناقش دلوقتي في مجلس النواب، فهيبقى فرصة إن القانونين يخدموا بعض. طيب الرسوم دي بتحدد على أساس إيه؟ الرسوم بتتحدد على أساس حاجتين. الحاجة الأولى مكان المحل، يعني مش هساوي ما بين قرية وحي راقي في القاهرة مثلا، ما أقدرش أساويهم. كذلك ما أساويش ما بين محل صغير 3 في 3 متر ولا 3 في 5 متر ومول ضخم معمول على 1000 متر. ده له رسوم وده له رسوم، وفي جدول مرفق بقرارات اللجنه العليا محدد هذه الرسوم. متى يرفض الترخيص؟ يعني متى تقول ان هذا انا رافض ان انت تشتغل او ما هو حضرتك في اماكن معينه، في انشطه معينه ما ينفعش ترخص بيها في يعني منطقه سكنيه مثلا، وواحد عايز يعمل ورشه نجاره، لا ما ينفعش، ده غير مش هيرخصوه. بس ده موجود يا فندم. ما هو اللي موجود الغلط ده هيعالجه القانون، ده هتتقفل لانه مش هيقدر ياخد رخصه وبالتالي يغلق المحل. خدت بال سيادتك؟ طب واللي فاتح في سكني مش اداري، احنا بنشوف دلوقتي محلات فاتحه في دور اولاني او في دور تاني، واحنا عارفين ان ده محل، ده مكان سكني مش تجاري. بص حضرتك، ده هيوفق، ده قانون التصالح هو اللي بيعني بهذا الموضوع، مش قانون المحال العامه. قانون التصالح هيقدم بقى يقدم طبقا لقانون التصالح هيتصالحوا معاه خلاص، ما تصالحوش معاه مش هيوخصوا. طيب يعني ايه العقوبات بقى المدرجه على المحل المخالف؟ اذا اشتغل بدون ترخيص الغرامه بتتراوح من 20 الى 50 الف جنيه والاغلاق. يعني الجزاء الاداري الاغلاق والجزاء القانوني من 20 ل 50 الف جنيه غرامه. مين الجهه المنوطه بالغرامه؟ الغرامه تبع المحكمه، المحكمه اللي بتفرضها. مين اللي بينفذ القانون؟ اللي بينفذ القانون مراكز التراخيص. اللي عندنا 339 مركز ترخيص موجود في الأحياء. عندهم حق الضبط القضائيه؟ في مين المختص بقى بتحديد قيمه الترخيص بقى نفسه؟ لا، قيمه الترخيص مش حد هيحدده بمزاجه، ده متحدد مساحه المحل بالمتر ومكان المحل. هل ده هل ده نقدر نقول عليه اتحدد خلاص ولا لا؟ نعم، هل ده نقدر نقول عليه خلاص بالفعل اتحدد ولا لسه؟ اتحدد يا فندم. القانون التطبيق هيبدا يوم الاحد الجاي ده، يعني بعد يومين. فكل حاجه متحدده، والمنصه الالكترونيه شغاله. ممكن قوي المواطن يتقدم للترخيص عن طريق المنصه بدون ما يذهب الى مراكز التراخيص. اسمها ايه المنصه؟ ثلاث وسائل للترخيص. المواطن يروح بنفسه او عن طريق وكيل له يقدم الطلب بتاعه والاوراق، عن طريق المنصه الالكترونيه اللي هي ايه بقى يا فندم؟ اونلاين على الموقع. إيه يعني. اسمها ايه؟ لا اسمها هنجيبه ونعلنه. ده مش معايا دلوقتي. نمره 3 نمره 2 بقى؟ ايه؟ اول حاجه 3 احنا قلنا 3. تالت حاجه عن طريق مكاتب الاعتماد. ايه مكاتب الاعتماد دي؟ ده عباره عن مكاتب شركات قطاع خاص بتتولى هي الفحص وتقديم الاوراق وكل حاجه، وبتقدم شهاده اعتماد لمركز التراخيص تصدر بموجبها الرخصه. فيا اما هو يروح لوحده بنفسه يرخص، يا اما هو يعمل كده عن طريق المنصه، أيوة، يا اما عن طريق الاعتماد. بالظبط، عن طريق مراكز الاعتماد. بالنسبه لقصه الكافيهات وتصريح الشيشه اللي برضه صدر عليه كلام يوم امس ان في تصاريح ستقدم للشيشه. ترخيص. هو حضرتك القانون قال لك احنا بنعالج امر واقع موجود في مصر ومنتشر في كل حته. الشيشه دي بتقدم رغم ان هناك قرارات صدرت من الحكومه ومن المحافظين بمنع الشيشه، لكن ما قدروش ينفذوها لانها انتشرت اكتر. فاصبح الصح ان احنا نقنن وضعها ونحط لها اشتراطات بحيث ما تبقاش مؤذيه للي ما بيدخنش وللسكان كمان اللي فوق الكافيه. بس هي كانت موجوده يا فندم، يعني احنا برضو مش هندفن رؤوسنا في الرمال. من ايام الكورونا والناس بتقول يا جماعه انتوا مانعين الشيشه وهي موجوده فعلا في المحلات. ده صحيح، ده صحيح، حضرتك عارف ده. طبعا. الله، والمشجع عارف ده، والمشجع ساعه ما طلع القانون اصل هيعملوا ايه على فكره. يعني هو انا شخصيا كنت ببقى قاعده في كافيه واشوف الشرطه بتدخل تاخد الحاجات دي وتتكلم مع ويحصل مخالفات ويحصل. هيعملوا ايه؟ الناس برضو بتنزلها تاني نص ساعه ويرجعوا يعني وترجع تاني. يعني مش تقصير يعني منهم برضو. لا نقول اللي لينا ولا علينا، لكن خلاص هو بقت موجود. هو طبيعه للشعب، جزء كبير منه بيشرب شيشه، وبالتالي احنا ننظم له دي عشان تبقى في اطار صحي بدل ما تبقى ضاره بالاخرين، وخاصة سكان العمارات اللي فيها الكافيه ده مأذيين جدا من الدخان اللي طالع عليهم ليل نهار. فبالتالي لازم احط له اشتراطات، لازم احط له مكان مغلق، لازم احط له تهوية معينة عشان ارخص له. طيب ايه الاوراق بقى المطلوبة لرخصة المحل؟ يعني الضريبة مثلا، يعني بص اللي حضرتك هو المواطن بيتقدم على نموذج طلب وبيرفق اوراق. أهمها بطاقة ضريبية مثلا. أهمها إيه؟ صورة البطاقة، صورة البطاقة الضريبية، صورة السجل التجاري، عقد الإيجار بتاع أو عقد الملكية بتاع المكان اللي هيعمل فيه النشاط. وإذا كان مثلا هيعملوا حاجة خاصة بالأكل بيجيب شهادات صحية بتاع العاملين، وبيجيب شهادة إن المبنى مش مخالف. أنا لو أنا فاتحة محل في مول، هل انا المول هو اللي بيتصرف ولا انا بقى ليا كمان حاجات بعملها؟ محل فين؟ في مول. في مول؟ لا، انت بتقدمي كل حاجه برضه. ما هو كل محل، مش المول ما بياخدش رخصه. المول بياخد المحلات داخل المول، كل محل له ترخيص لان نشاطه مختلف، في ناس بتبيع ملابس، في ناس بتقدم اكل، في الى اخره، فكل نشاط له رخصه. طب كلمنا بلغه الارقام، عندنا كم محل مترخص لغايه دلوقتي في الجمهوريه؟ لا انا معيش الرقم تقريبا يعني، لكن احنا بنتكلم في حدود 50% او يزيد مش مرخص. 50% غير مرخص، ده اللي لسه ده رقم تقريبي عشان يبقى الكلام واضح. دي الحكومه بتستهدفه لان انتوا برنامج مسموع والناس بتشوفه، الرقم ده رقم تقديري تقريبي. تمام. وبناء عليه احنا الحكومه بتستهدف ترخيص هذه المحال التجاريه لادراجها يعني. بس انا عايز اقول نقطه، الحكومه هنا والمحليات مش هدف ابدا جمع مال، عشان الناس فاهمه الموضوع غلط. ليه؟ لان الرخصه بتدفع رسومها مره واحده، والرخصه دي طول العمر دائمه، رخصه دائمه، فبتدفع رسوم طول العمر. انا لو عايز اجمع مال امشي زي القانون القديم. أيوة. القانون القديم كان بيدفعني رسوم سنويه، ده لغينا الرسوم السنويه، قلنا انا طالما الانسان هيتحاسب على مكسبه لدى مصلحه الضرايب لا شأن لنا بيه بقى. خلاص احنا بعد ما عملنا الترخيص بنبلغ الضرايب ان فلان الفلاني ده في الحته الفلانيه عمل محل كذا. أيوة. مساحته كذا، عنده رخصه شيشه، عنده رخصه الحد الادنى للخدمه اللي هو المينيمم تشارج. خدت بالك سيادتك برضه عملناها برخصه عشان تتنظم. ليه؟ لانه المينيمم تشارج بيتحاسب ضريبيا غير اللي ما عندوش حد ادنى لتقديم الخدمه، وبالتالي بنعمل نوع من انواع المساواه ما بين المواطنين. طب احنا قلنا المهله قد ايه معلش؟ بص حضرتك، المحال اللي مش مرخصه قدامه سنه يقدم طلبه. المحال المرخصه قدامه سنتين يقدم طلبه. هايل. والناس في النهايه ده ليه تامين او ليه نوع من انواع المميزات لدى الدوله، غير قصه ان هو يعني هيبقى يسجل مره واحده. بص حضرتك اولا الاجراءات مبسطه، الرخصه بتصدر في اقصى مده 90 يوم. اذا انا قدمت ورقي كامل ومر عليا 60 يوم وهو ما ردش عليا مركز التراخيص، الرخصه تبقى صدرت بقوه القانون. اظن يعني مفيش اسهل من كده، مفيش احسن من كده. خدت بالك سيادتك لو تعلم في ظل القانون القديم كان في بعض حالات كتيره بتقعد 3-4 سنين على ما يطلع رخصه. ده انا هيطلع رخصه في اقصى مده 90 يوم. 60 يوم بيقدم الطلب ويتفحص، و30 يوم للمعاينه. هايل. وبناء عليه احنا يعني في انتظار تطبيق هذا الامر. هيبدا يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ونرجو ان الناس تثق تماما ان ده لمصلحتها. اللي معاه رخصه قاعد امن، لا بيجي له بتاع الشرطه يقفله له، ولا بتتصادر الادوات بتاعته، لانه مرخص وقانوني وعمل الاشتراطات اللي هي تخدم المواطن. على اي حال احنا يعني كلنا امل ان طبعا كل الامور تمشي بالنسبه لاصحاب المحلات التجاريه. طبعا دول قوه كبرى لا يستهان بها خالص، هم يعني يعتبر يعني عمود من اعمده اقتصاد الوطن. يعني تشوفوا بقى كم محل في الدوله، احنا بنتكلم في جمهوريه مصر العربيه يعني بالظبط كده. انت بتتكلم في رقم يقترب من 5 مليون منشاه. طبعا انا متاكد من ده، متاكد من ده. بنشكرك يا دكتور محمد الفيوم المتحدث باسم اللجنه العليا للمحال العامه. شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا في صباح الخير. شكرا يا فندم. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل اخر فقره في حلقتنا النهارده، خليكم معنا. ومن المحال التجارية إلى الأسواق العشوائية. النهاردة هنتكلم عن مشروع تطوير الأسواق العشوائية اللي بيعد واحد بالفعل من أهم المشروعات اللي بتعملها الدولة وشغالة عليها عشان نستعيد المشهد الحضاري لكافة محافظات الجمهورية، وعلشان نضمن بالفعل حياة كريمة للمواطن، وعلشان أيضا نرفع جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة إن احنا نتحول لأسواق معروفة متكاملة بتزيد من العائد الاقتصادي، بتزيد من الاستثمار، بتعظم من موارد المحافظات. النهاردة خلينا نشوف هذا الأمر، خلينا نعرف ما هي أهم الأسواق العشوائية اللي الدولة اشتغلت عليها وبالفعل نقلتها لمناطق تانية، وقدرت ان هي تفتح طرق، وقدرت ان هي ترفع كفاءة هذا الامر. خلينا نقرا الدولة عملت ايه في هذا الملف ونتعرف عليه بالتفاصيل. ضيفنا النهارده في الاستوديو الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، هيكلمنا عن هذا الملف بالتحديد. صباح الخير يا فندم، اهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا يعني الاسواق الشعبيه في مصر ربما نعرف مثلا سوق التونسي تم تطويره، سوق العاشر في مدينه نصر، كانت اسواق بالفعل بتعيق حركه المرور، والدوله قامت واخداهم ونقلاهم في حته وعملت لهم بالفعل ايه؟ مكان حضاري، في دورات مياه، في اناره بدل ما كانت النور بيتسرق، في كهرباء، في حته تركن فيها تطلع فيها بشكل حضاري وامن وما تبقاش قلقان على الاقل. كلمنا عن اهم المشروعات اللي تمت وايه اللي ناقصنا في هذا الملف. طيب هو احنا بس الاول نقول انه الدوله بالفعل بتشتغل في خطوط متوازيه على كل الملفات اللي كنا بنعاني منها على مدى سنوات طويله، والملفات دي ما بناخدش ملف ونسيب ملف. تمام يا فندم. بدليل انه تم حصر الاسواق الشعبيه والعشوائيه في مصر كلها، وصلنا إلى 1792 سوق. ده كامل الجمهورية؟ في كامل الجمهورية 1792. 92. وفي قول آخر 1953، يعني حوالي 2000 سوق، حوالي 2000 أقل من 2000. تمام. الأسواق دي في منهم 618 سوق رسمي. يعني إيه؟ يعني دي الأماكن المحددة من قبل الإدارة المحلية، من قبل المحافظات والأحياء والمدن عشان تبقى سوق. الباقي اللي هم 1105 وليد اللحظة أسواق عشوائية. يعني كل مجموعة بياعين واحد يجي يقف فيجيب قريبه أو يجيب صاحبه أو يقف جنبه، بقى هنا بقى سوق، بعد فترة بقى سوق. طيب السوق ده بيعمل إيه؟ أولا بيعيق حركة المرور، بتستغل المية والكهرباء بشكل غير، مش عايز اقول سرقه، لكن بشكل غير يعني واضح رسمي. ثلاثه، حضرتك ما تعرفش انت بتشتري من مين، لانه بكره مش هيكون موجود، لانه بيتجول، اسمه بائع متجول، لا في فاتوره ولا في بتاع ولا في اي حاجه. فاتوره ايه بقى؟ ولا فاتوره ولا حتى جوده. وممكن قوي يغشك في السلعه اللي بيبيعها لك او في الخدمه اللي بيأديها لك وما تقدرش تعمل له حاجه. طيب غير حركة المرور وغير الغش وغير كده، أنت غير آمن في تعاملك مع واحد أنت مش عارف هو مين، هل هو له سوابق، هل هو مهاجر، هل هو جاي من الصعيد، جاي من الفلاحين، ما أنتش عارف. وبالتالي أمانك الشخصي وأمان أسرتك اللي راح هتشتري، حرمك أو ولادك، أنت مش ضامنه. من هنا كان التطوير أو خطة التطوير اللي بتتكلف 44 مليار جنيه، وخطة التطوير دي مرتبطة أيضا بمشروع أو مبادرة حياة كريمة، وده الجمال اللي فيها، لأنه في الأسواق العشوائية في القرى وما أكثرها، القرى دي مرتبطة بعملية تطوير شامل للريف المصري اسمها مبادرة حياة كريمة على 3 مراحل. وانت بتطور القرية لو فيها سوق بتطوره ضمن ما دخل في التطوير، يعني انت بتطور بنية تحتية. صحيح. وبتعتبر السوق ده من البنى التحتية اللي في القرية، فبتطوره بتعمل باكيات، بتعمل زي ما حضرتك قلت سور لو متاح، بتعمل اماكن انتظار في المدن طبعا مش في الريف للعربيات، بتعمل نقطة شرطة لو تحتاج، بتعمل مكتب للسجل التجاري لو تحتاج، بتعمل نقطة مطافي لو في مشكلة، شرطة مطافي لو السوق ضخم أو قريب منها شرطة مطافي. صحيح. نقطة مطافي. كل ده بتضمن بيه سلامة اللي بيبيع وسلامة اللي بيشتري، بتضمن بيه إنه يبقى في رقابة على السوق، رقابة صحية عشان بس ما حدش، رقابة على الغذاء اللي يقدم، رقابة على السلع اللي بتقدم. لا طبعا احنا كنا الاول بنشوف السوق ده حاجه غير ادميه بالمره، يعني كنا لو حد دخل سوق شايف فعلا في الأرض مجاري، الناس قاعدة على الأرض بيبيعوا الخضار والفاكهة محطوطة كمان على الأرض في الطين، يعني كنا بنشوف المنظر ده. حضرتك تابعت ازاي مشروع ميدان محطة مصر يعني وما يضمنوا من تحويل إحدى الأسواق الكبيرة بمحافظة اسكندرية لسوق تجاري؟ أولا أنا اسكندراني في الأساس يعني، أحسن ناس، وقضيت نص عمري في اسكندرية ونص عمري في القاهرة. دي كانت سبة في جبين مصر كلها. ميدان محطة مصر ده ميدان تاريخي، والمحطة بقى لها 100 سنة. دي المحطة دي طبعا أقدم، رابع محطة قطار في العالم بعد إنجلترا. احنا تاني خطوط دخلت في مصر بعد إنجلترا. المحطة كانت هي والقاهرة أقدم اتنين على مستوى الدنيا. فتخيلي حضرتك الجمال والبهاء اختفى، مش بس في الفوضى اللي في الميدان وفي الباعة الجائلين اللي احتلوا شوارع كاملة في الميدان. ده في مستشفى هناك اسمها أحمد ماهر، المستشفى دي ما تعرفيش تدخليها من كتر البائعة، من البائعة اللي حواليها شمال ويمين، وما تعرفيش عربية إسعاف تدخل، مريض يدخل. إلى جانب بقى التعامل مع المواطنين لما ده يتحول إلى شكل حضاري، تقدري لو لا قدر الله في حريقه عربيه المطافي تدخل، لو في اسعاف عربيه الاسعاف تدخل، لو في كهرباء مسروقه ليل ونهار. صحيح. حضرتك في البيت ما تقدرش ما تدفعش الفاتوره. صحيح. انت على مدى 24 ساعه كل البياعين دول واخدين كهرباء بطريقه او باخرى. زي ما حضرتك قلتي مجاري طافحه، الميه اللي بيستخدموها في غسل الخضار والمرميه في الارض، التعامل مع المواطن، كل ده. طب هو المواطن ده اللي بيتعامل معايا وحش هيتغير بعد السوق لما يتنظم؟ هيتغير، هو نفس الشخص هيبقى مجبور انه يتعامل معاك بطريقه كويسه لان كل اللي حواليه الانفايرمنت يعني او المحيط اللي حواليه بيجبره على ده، البيئه اللي حواليه هتجبره على انه يتعامل بطريقه افضل. وعندك محل خلاص معلوم يعني، وعندك باكيه يعني باكيه انت عارف ده مكانك مش وليها رقم على فكره بالظبط كده، وهتبقى صبري الجندي الباكيه بتاعته رقم كذا، فلان الباكيه بتاعته رقم كذا. صحيح. ومن هنا انا بضمن مش بس امان اللي بيشتري وامان اللي بيبيع، لا بضمن كمان ان السلع تبقى اندر كنترول، تحت الرقابه، عشان ما تبقاش سلع مغشوشه او سلع بايظه او وبعدين اروح اقول له قول لي هو انت خدتها كده كان في مشكله برضو كبيره جدا في مدينه نصر، سوق الحي العاشر كان يعني هو يعني عقبه كده قبل الطريق الدائري، ما كانش في عربيه تعرف تعدي لان كل البياعين جايين من الصعيد ومن المحافظات ومحتل واحد في اثنين في ثلاثه في اربعه، ما بقاش في طريق. احنا بنتكلم على سوق كمان السيارات، وسوق السيارات تخيل الحته دي كانت جحيم، ما حدش عارف. النهارده شوف عامله ازاي سوق السيارات لما طلع بره بقى سوق حضاري. على فكره في الجيزه ايضا بيتعمل سوق سيارات بمنتهى الحضاريه، يعني محلات، نقطه مرور، نقطة تراخيص، شهر عقاري، شهر عقاري عشان نقل الملكية، محلات تقدم أكل وشرب للمترددين على السوق، دورات مياه محترمة، حاجات كتيرة جدا. أنت بتتكلم في نقلة حضارية. وسوق التونسي شوف اللي اتعمل فيه كذا حريقة، فاكر الحرائق طبعا، حرائق كل يوم كانت حريقة، كان كل يوم جمعة تحديدا يعني. أيوة. كل يوم جمعة. الآن لما نقل أولا بقوا سوقين من السوق. أيوة. بقى سوق للموبيليا وسوق للمنتجات الأخرى. أيوة. وبالتالي انت مش نظمت بس، لا ده انت نظمت واحترمت ادميه البائع قبل ادميه المشتري. خليته يبقى واقف في مكان عنده سقف يا راجل، عنده سقف، عنده باب. لو نطرت الدنيا بتاعته راحت في داهيه. لا وغير كده كمان انت بتعامل المواطن بما هو جدير بيه بالمواطنه، يعني هو من حقه يبقى مواطن، لازم يكون مواطن متعامل معاك بادب واخلاق، وفي رابط بينك وبينه وهو انكم مواطنين زي بعض. أيوه. ما ينفعش انا ابيع لك بالعافيه او ابيع لك بضاعه مغشوشه او اقول لك هو كده، لا لازم يبقى في تعامل حضاري بيننا. طيب دايما احنا هنا بنتكلم عن رياده الاعمال وازاي القطاع الخاص يبقى نعظم الاستفاده منه، هو كمان يبقى بيستفيد ازاي القطاع الخاص يقدر يستفيد من اداره او الشراكه في اداره مثل هذه يعني الاسواق، لو نقول نحولها لاسواق من اسواق شعبيه نقول عليها اسواق حضاريه منظمه، اسواق منظمه، منظمه وحضاريه كمان. اي حد هيبقى من الشباب، هي رياده الاعمال خاصه بالشباب، يعني انت يعني انا وانا مستشار وزير التعليم العالي عملنا 24 وحده جوه الجامعات المصريه لرياده الاعمال، لانه لم يعد الان الشاب اللي ما فيش تعيين في الدوله خلاص يطلع يقعد على قهوه مستني يشتغل ايه. ففي رياده الاعمال تستطيعي ان تصبحي صاحبه مشروع بالظبط. يعني هل في مثلا افكار انه مثلا لو في زي الابلكيشنز المعموله للسوبر ماركتس او المحل التجاريه السوبر ماركتس، حاجه بارخص سعر، ارخص شويه، هل في افكار اتقدمت مش بس رياده الاعمال، القطاع الخاص، الشركات الموجوده بالفعل، هل هم في افكار اتقدمت ان هم حابين يشاركوا في اداره الاسواق دي؟ لا مش اداره الاسواق، انهم يبقوا موجودين في الاسواق، يعني اللي عايز يبقى عنده باكيه يعمل فيها مشروعه، يعني واحد شاب عنده مثلا عربيه اكل وناجح عايز ينقل المكان ده يروح في سوق بحيث انه هيضمن رواده، هيضمن زباينه، فيقول انا عايز اخد باكيه متاح له ده. شباب مشتركين مع بعض مثلا بيقدموا، بيزرعوا ورد وبيبيعوا ورد وبيبيعوا زهور وعايزين يبقوا موجودين في السوق. عارفه تنويع البضائع او السلع او الخدمات التي تقدم في هذه الاسواق الحضريه او المنظمه صحيح هدف في حد ذاته، انك تدخلي صناعات جديده، انك تدخلي سلع جديده، ما تكتفيش مثلا بالخضار والفاكهه والملابس، لا لما يبقى عندك محل يبيع زهور، لما يبقى عندك محل يقدم خدمه مثلا تصليح موبايل او بيع حاجات كده متعلقه باكسسوارات الموبايل، انه يبقى عندك شباب بيقدم اكل بطريقه محترمه، بطريقه صحيه ضمناها، كل ده انت بتشجعي الشباب، بتاخدي خدمات جديده، بتقدمي لمرتادي السوق خدمات جديده. طب ربما احنا شفنا يعني سوق التونسي، سوق العاشر، اسواق كتير جدا، سوق محطه مصر التوار، ايه اللي جاي؟ عندنا ايه اللي تعتبر عقبات بالفعل امام الدوله؟ بتحشر لحركه المرور، بيبقى فيها يعني اعتداء على الكهرباء والميه بشكل غير قانوني، والدوله فعلا في الفتره الجايه ان شاء الله بتنظم ان هي تنقلها. شوف حضرتك، احنا عندنا رئيس اذا قال فعل. ايوه. وبالتالي لما بيقول انه ده لازم يتطور بيتطور. بيحصل تمام. يعني انا هقول لحضرتك، احنا واحنا في اسكندريه من كام يوم قريب يعني في بشار الخير، الرئيس بعد المشروع ما انتهى اعلن او ابدى رغبه او ادى تعليمات، سميها زي ما تسميها حضرتك، انه لازم يكون في صندوق لصيانه هذه المنشآت اللي احنا ممكن نفرط فيها. فاكر حضرتك ده؟ تمام. هذا الصندوق هيتحط فيه الفلوس اللي بيدفعها الناس. فلو احنا عايزين نحافظ على هذه الاسواق نعمل الفكره دي. ناخد الايجار اللي بتقول عليه الهانم انه ممكن يبقى عبء على البائع، هو مش عبء ولا حاجه. ناخده منه ونحطه في صندوق نعمل بيه صيانه لهذه الاسواق، نعمل بيه تطوير لهذه الاسواق، ندفع منه الكهرباء اللي هتتحملها هذه الاسواق، وبالتالي ما نحملش الدوله اعباء جديده. صحيح. وكمان نخلي البائع ده او المرتاد لهذه السوق يعلم ان اللي بيدفعه راجع له في صورة خدمات جديده. لكن خليني اقول لحضرتك انه لما انا قلت لك كنا بنتكلم قبل الهوا انه يمكن ال 200 300 جنيه دول يكونوا رقم على البائع، لكن ده كنت انا لسه ما اعرفش انه الدوله موفره لهم باكيات يقعدوا فيها، موفره لهم دورات مياه يبقوا موجودين، ميه، كهرباء، كل حاجه، حياه تليق فعلا بمواطن مصري بيبيع لمواطن تاني حاجه تتاكل وتتشرب او يستخدمها. ده اللي المفروض يحصل، وده بصراحه يعني خطوه استباقيه من الدوله المصريه ان هم يحافظوا على يعني السلع اللي بتتقدم للمواطن المصري، واستهلاك، وانه المواطن يبقى بيستهلك السلع دي وهو مرضي زي ما حضرتك قلت، ما يبقاش بيروح مره ثانيه الاسواق دي يقول حاجه مضايقاني يقولوا والله هو انت خدتها كده. على كل حال حضرتك نورتنا النهارده، ويعني مشروع في غايه الاهميه، كل الشكر ليك الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنميه المحليه السابق. شكرا. انا سعيد بوجودي معاك. شكرا يا فندم. احنا اسعد يا فندم. وكنا مع حضراتكم على مدى 3 ساعات. انا مصطفى كفافي وكان معايا زميلتي حسنت الحسيني وكان مصاحبتنا ايضا لمياء حمدين. نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.